بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من البيت الكبير، بيت كل الاهلاويه وبيت كل الناس. الحقيقه عايز ابدا مع حضراتكم النهارده بخبر مهم جدا، وهو خبر اعلان اتحاد كره القدم للحكام لمباراه غدا، مباريات غدا ان شاء الله. هبدا بمباراه طلائع الجيش والنادي الاهلي. كابتن ابراهيم نور الدين حكما للساحه، كابتن تحسين ابو السادات وكابتن هاني عبد الفتاح اثنين مساعدين، كابتن احمد ابراهيم حكم رابع، كابتن محمود بسيوني حكما للفيديو ومساعده كابتن حسين حسني سلطان. كابتن محمود بسيوني للمره رقم عدد مباريات كثيره جدا الكابتن محمود بسيوني بيحكم للنادي الاهلي كحكما للفار. نتمنى التوفيق بكره لطاقم التحكيم، كابتن ابراهيم نور الدين حكما للساحه وكابتن محمود بسيوني، لان زي ما قلت لحضراتكم مليون مره قبل كده وخلال الفتره السابقه، ودايما بنتكلم معاكم ومع او بنتكلم مع بعض من لا يشجع النادي الاهلي، وبنقول لهم ايه دايما؟ يا جماعه من فضلكم احنا كل اللي عايزينه عداله تحكيميه، بمعنى ان انا لو ليا ضربه جزاء الحكم شافها او حكم الفار شافها، من فضل حضرتك يا حكم الفار قول لي الحكم في ودانه تعالى شوف الكوره، وبعد كده الحكم لو انت مش واخد بالك منها او الحكم الساحه مش واخد باله منها حضرتك تندهله وهو يجي يشوف هيعمل ايه. لكن اتمنى ان تكون هناك عداله تحكيميه. كابتن ابراهيم نور الدين من الحكام المتميزين ومن الحكام الجيدين في كره القدم المصريه، كابتن محمود بسيوني نفس الكلام، ولكن دائما الاخطاء التحكيميه زي ما قلنا لحضراتكم امبارح خسرت النادي الاهلي. يعني الاستاذ اسامه السويسي قال 15 نقطه واحنا قلنا 10 نقاط، فبقى تقعد تحسب في الاخر لو ال 10 نقاط دول النادي الاهلي كان خدهم كانت الامور هتبقى مختلفه تماما عن اللي احنا فيه دلوقتي. فعشان كده كل اللي انا اتمناه ان تكون المباريات داخل المستطيل الاخضر، اللاعبين هنا ولا هنا، النادي الاهلي هنا ولا هنا، نادي طلائع الجيش ما عندناش اي مشكله في هذا الامر، ولكن كل اللي احنا بنرجوه تكون هناك عداله تحكيميه. لو الاهلي عليه ضربة جزاء من فضل حضرتك احسبها، بس ضربة جزاء عادلة، ضربة جزاء عادلة. لو حضرتك كحكم للفيديو شفت ان الاهلي، انا بتكلم عن الاهلي اهو، لو الاهلي عليه ركلة جزاء وحضرتك شفتها انده حكم الساحة وقول له ان في ركلة جزاء، مش زي ما حصل في مباراة الاهلي والاسماعيلي. ايه اللي حصل في مباراة الاهلي والاسماعيلي؟ ركلة جزاء صحيحة 100%، كل خبراء التحكيم اجمعوا عليها، كابتن سمير عثمان، كابتن احمد، كل خبراء، كابتن ناصر عباس، كل الخبراء التحكيم اجمعوا عليها، ولكن كابتن محمود عاشور كان حكما للفيديو في مباراه النادي الاهلي ضد نادي سموحه. لو الكره دي كانت جت كانت هتبقى النتيجه 2-0 والموضوع خلص، او يعني فحكم للفيديو في مباراه الاهلي والاسماعيلي كان الكابتن محمود عاشور. فكل اللي نتمناه ان لو حكم الفيديو شاف حاجه من فضل حضرتك انت على حكم الساحه وقول له في ركله جزاء، وحكم الساحه له كل الاختيار ان هو يروح يشوف يحسبها او ما يحسبهاش، ولكن كل اللي نرجوه العداله التحكيميه فقط لا غير. العداله التحكيميه والملعب ده حاجه بقى بتاعت ربنا، اللاعبين يبذلوا مجهودهم اقصى مجهود ليهم وفي الاخر يحصل اللي يحصل، النتيجه دي عند ربنا مش عند حد تاني. فالحقيقه للمره المليون كل ما اتمناه ان تكون هناك عداله تحكيميه في كل المباريات. انا قلت لو الاهلي عليه ركله جزاء، ولكن من فضل حضرتك لو النادي الاهلي له ضرب الجزاء من فضل حضرتك كحكم للساحه وشفتها احسبها. من فضل حضرتك كحكم للفيديو اللي هيكون كابتن محمود بسيوني ان شاء الله في مباراه بكره، لو النادي الاهلي له يستحق ركله الجزاء عادله من فضل حضرتك احسبها. او انده على حكم الساحه عشان يحسبها. بس هو ده اللي احنا عايزينه. هو ده اللي احنا عايزينه. الزمالك ودجله، كابتن محمد الصباحي حكما للساحه، كابتن احمد حسام طه ورجب محمد اثنين مساعدين، كابتن محمود عبد العزيز حكم رابع، كابتن محمود عاشور حكما للفيديو، كابتن سعيد حمزه مساعد لحكم الفيديو. كابتن محمود عاشور حكم للفيديو في مباراه الزمالك ودجله، كابتن محمد الصباحي هيكون حكما للساحه في مباراه الزمالك ودجله. مره ثانيه كابتن محمود عاشور كان حكما لتقنيه الفار في مباراه الاهلي والاسماعيلي، ولم يحتسب ركلة جزاء أو لم يستدعي حكم الساحة ليحتسب ركلة جزاء واضحة لجونيور أجاييه. طيب بعد كده
مباراة الأهلي وإنبي، على الرغم من فوز النادي الأهلي في هذه المباراة بهدفين مقابل لا شيء، ولكن النادي الأهلي كان يستحق ركلة جزاء صحيحة 100%. كرة اللي لعبها بالعرض قفشة وجت في إيد اللاعب، وكابتن محمود عاشور بالصدفة كان حكما للساحة في هذه المباراة ولم يحتسب ولم يرجع لتقنية الفار أو لم يذهب لتقنية الفار لرؤية ركلة الجزاء اللي كانت واضحة للغاية. فالكابتن محمود اللي لم يحتسب ركلة الجزاء جونيور أجاييه في مباراة الأهلي والإسماعيلي، أو لم يستدعي حكم المباراة لاحتساب ركلة الجزاء في مباراة الأهلي والإسماعيلي، كابتن محمود عاشور اللي في مباراة الأهلي وإنبي لم يحتسب ركلة الجزاء واضحة لكل الناس، هو اللي هيحكم بكرة أو سيكون حكما لتقنية الفار بكرة في مباراة النادي الزمالك ونادي وادي دجلة. بس هو ده اللي أنا عايز أقوله. أتمنى أن تكون هناك عدالة تحكيمية، أن تكون هناك عدالة تحكيمية، لأنه إحنا في الأربع مباريات المتبقية خلاص فاضل أسبوعين على الدوري العام. أهي ركلة الجزاء هي مع حضراتكم، أمام حضراتكم، مش أنا اللي بقول. إيديه مكبرة جسمه زي ما الخبراء دايما بنسمعهم بيقولوا في هذا الكلام، يعني إحنا لعيبة كرة برضو لعبنا شوية فنقدر نقول إن دي ركلة جزاء واضحة 100%، لأنه لو كانت الكرة عدت كانت هتروح لحسين الشحات ممكن يروح يجيبها هدف، أو يعني تبقى كرة خطر. وبالتالي كابتن محمود عاشور كان حكم للساحة في هذه المباراة ولم يحتسب ركلة الجزاء اللي حضراتكم شايفينها أمام حضراتكم. كابتن محمود هيكون بكرة متواجد في تقنية الفار كحكم رئيسي في تقنية الفار في مباراة نادي الزمالك ونادي وادي دجلة. كل الأمنيات الطيبة لكل طاقم أي مباراة هتتلعب بكرة إن شاء الله، لأن كل المباريات زي ما حضراتكم شفتوا النهاردة كل المباريات على صفيح ساخن. الكل ينتظر النهاردة أسوان اتغلب من المقاولين العرب، وبكده المقاولين العرب عدى ووصل للنقطة 35، وأعتقد أن ده شيء جيد جدا بيضع المقاولين العرب خارج حسابات القاع، ومين اللي مين اللي هيهبط من الأربع أو خمس فرق المتبقية خلال الأربع جولات القادمة. كل الكلام اللي أنا بقوله لحضراتكم ده مهم جدا جدا جدا، إن احنا نعرف النادي الأهلي داخل المستطيل الأخضر، حضرتك النادي الأهلي ولاعبيه وجهازه الفني هيبذلوا أقصى مجهود عشان يكسب المباراة. النتيجة دي بتاعت ربنا في النهاية، النتيجة دي بتاعت ربنا، ولكن لا نريد تدخل أو لا نريد أخطاء تحكيمية في مثل هذه المباريات. من فضل حضراتكم لطاقم كل مباراة، طاقم حكام كل مباراة سواء حكم للساحة أو حكم للفيديو، من فضل حضراتكم ركزوا 200% مش 100%. من فضل حضراتكم ركزوا، إحنا معتمدين عليكم بشكل كبير جدا جدا إن أنتوا تخرجوا بالدوري العام لبر الأمان، تخرجوا بالدوري العام لبر الأمان وتدي لكل فريق حقه. بس هو ده اللي إحنا عايزينه، هو ده اللي نتمناه. أنا في الأول بدأت كلامي لو حضرتك ركلة جزاء على النادي الأهلي وشايفها احسبها، وعادلة احسبها على النادي الأهلي، ولكن لو النادي الأهلي ليه ركلة جزاء هتعمل إيه؟ هتحسبها ولا لأ؟ هترجع للفار من سنة 76 زي ما كانوا بيقولوا ولا هتعمل إيه؟ نتمنى إن احنا نشوف عدالة تحكيمية بكرة إن شاء الله، أو أنا آسف أخطاء، لا نريد أخطاء تحكيمية. الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا، كابتن محمد معروف حكما للساحه، وكابتن محمود واحمد الكيال اثنين مساعدين، كابتن عمرو عبد العاطي حكم رابع، كابتن حسام عزب حكما للفيديو، وكابتن محمد يوسف مساعد لحكم الفيديو. رابع المباريات امبي والاسماعيلي، كابتن احمد جمال حكما للساحه، احمد الفار ورمضان هنداوي اثنين مساعدين للكابتن احمد جمال، وكابتن محمد ناصر حكم رابع، وكابتن خالد الغندور حكم فيديو ومساعده كابتن عمرو رمضان. دي المباريات اللي هتتلعب بكره ان شاء الله. كل الامنيات الطيبه طبعا للنادي الاهلي بالفوز في مباراه طلائع الجيش، وكالعاده زي ما حضراتكم دايما متعودين داخل او على شاشه قناه النادي الاهلي دائما الكابتن ايمن شوقي هيكون متواجد مع حضراتكم في الاستوديو التحليلي قبل المباراه بساعتين لتغطيه كل كواليس ما يحدث قبل مباراه النادي الاهلي وطلائع الجيش. طلائع الجيش فرقه صعبه جدا، فرقه صعبه جدا، وعندها مدير فني شاب ورائع الكابتن عبد الحميد بسيوني، واحد من المديرين الفنيين الشباب الحقيقه اللي له مستقبل كبير خلال الفتره اللي جايه. وبالتالي لازم نكون مركزين كلنا، جهاز فني، لاعبين، جمهور،
إعلام، لازم كلنا نبقى في ظهر نادينا ونساند نادينا خلال الأيام القادمة، تلات وجمعة تلات وجمعة إن شاء الله الأربع مباريات دول يبقى آخرتهم حلوة إن شاء الله يوم 27/11 27/9 إن شاء الله 27/8 أنا آسف الساعة 11 بالليل. نتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الأهلي في مباراته بكرة. النهاردة على الفيسبوك مسؤول كبير الحقيقة على حسابه على الفيسبوك قال إيه؟ نادي مصري مفلس، نادي مصري مفلس ماديا، يلعب في الدوري الممتاز ومتوقف عن سداد مستحقات لاعبي من العام الماضي، للحد الذي اضطر مديرين فنيين للنادي الاعتذار عن الاستمرار في تدريب الفريق، كما اضطر لاعبي لشكوى ناديهم جماعيا للاتحاد الاسبوع الماضي. خسر هذا الاسبوع مباراته ضد احد الفرق المصارعه على الهبوط بخطأ متعمد من الحارس الاحتياطي، علما بأن الحارس الأساسي تواجد على دكة البدلاء، أي أنه لم يكن موقوفا أو مصابا. أضاف نفس هذا النادي سيلاقي في الأسبوعين القادمين ناديين آخرين من المنافسين على البقاء، وتستطيع بكل سهولة التكهن بنتيجة هاتين المباراتين. طيب هل اتحاد كرة القدم سيصمت عن كل هذه الأمور؟ الحقيقة لو صح هذا الكلام استاذ ماجد سامي، الحقيقه الاستاذ ماجد سامي هو اللي قال، المهندس ماجد سامي رئيس نادي وادي دجله هو اللي اتكلم وكتب على الفيسبوك هذا الكلام. لو صح هذا الكلام يجب ان يكون هناك حساب شديد جدا 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 لو صح هذا الكلام. انا ما اعرفش الحقيقه الاستاذ ماجد سامي، انا حاولت اكلمه الحقيقه كذا مره عشان افهم ايه وجهه نظره في هذا الموضوع، ولكن الأستاذ ماجد سامي قال هذا الكلام على صفحته على الفيسبوك. هل هذا الكلام صحيح ولا مش صحيح؟ طيب الكلام ده لو صحيح هياخدنا لنقطة شديدة الأهمية. إيه هي المعايير والقواعد المالية في الدوري المصري الممتاز؟ وإزاي؟ إزاي بيتم منح رخصة لنادي محترف؟ عشان تدي رخصة لنادي محترف يجب ان انت يكون عندك كذا حاجه، من ضمن هذه الامور او من ضمن هذه القواعد ان انت ما يكونش عليك قضيه او قضيه تم الحكم فيها حكم نهائي. هل هذا الكلام ينطبق على كل انديه الدوري المصري؟ احنا عندنا مشاكل كثيره جدا جدا في معظم انديه الدوري المصري. وبعدين في نفس الوقت يجب ان انت وانت بتقدم الميزانيه في اول السنه للاتحاد لازم تقول ان انا عندي ميزانيه، مثلا انا بصرف على فرقتي 10 مليون جنيه، لازم يبقى عندي 15 او 11 او 10 على الاقل علشان اقدر اصرف على الفريق او اضمن حقوق اللاعبين والمديرين الفنيين اللي موجودين. فايه اللي بيحصل في كره القدم المصريه الحقيقه؟ هل لو صح هذا الكلام، الاستاذ ماجد سامي من الناس المحترمه جدا جدا في عالم كره القدم الحقيقه، عافر في الصخر عشان يصل بناديه الى هذه المرحله، وبالتالي ان هو يطلع ويقول مثل هذا الكلام هو كلام خطير جدا. الكلام اللي مكتوب ده كلام يعاقب عليه القانون، كلام مهم جدا وخطير جدا في نفس الوقت. يعني بيقول لحضرتك ان الفرق المصارعه على الهبوط بخطا، ان الجون اللي دخل امبارح بخطا متعمد من الحارس الاحتياطي، علما بان الحارس الاساسي تواجد على دكه البدلاء. انا الحقيقه مش عارف هو اتحاد كرة القدم فين من هذا الأمر. يجب أن يكون هناك، خصوصا أن الأمر بيصدر من مسؤول كبير في كرة القدم المصرية، مسؤول رئيس نادي كبير في كرة القدم المصرية، وبالتالي يجب أن يكون اتحاد كرة القدم يروح يحقق في الموضوع ده ويعرف إيه اللي بيحصل. هل الكلام ده صحيح ولا مش صحيح؟ ولو مش صحيح يجب أن يتم معاقبة الأستاذ ماجد سامي. وجهة نظري، وجهة نظر انا دي وجهة نظر البيت الكبير، لكن يبقى في تحقيق ويبقى في شفافية ويبقى في نتائج لهذا التحقيق، لان ممكن يحصل معايا بعد كده ضد النادي الاهلي او مع النادي الاهلي لا قدر، يعني النادي الاهلي طبعا لا ينظر لمثل هذه الامور، ولكن ممكن يحصل بعد كده مع فريق تاني لو صح هذا الكلام، لان كل النتائج مرتبطة ببعض. فلو صح هذا الكلام ده كلام خطير جدا. يعني النهارده وانا قاعد بقرا الكلام ده الحقيقه استغربت جدا ان الاستاذ ماجد سامي زي ما قلت لحضراتكم من رؤساء الانديه العاقلين اللي بيبقوا عارفين بيتكلموا بيقولوا ايه.
هل هو كده بيضغط على اتحاد كرة القدم علشان المباراتين القادمتين للفريق اللي هو الفريق اللي هو بيتكلم عنه ده يبقى تبقى عليها مراقبة شديدة يعني؟ مثلا معرفش ايه وجهة نظره الحقيقة في هذا الأمر، ولكن يجب على اتحاد كرة القدم أن يكون له دور في مثل هذه الأمور. الأمور دي مش بسيطة وما ينفعش تعدي، لازم يبقى في وقفة، لأن أنا كنادي أهلي بعد كده ما ممكن يحصل معايا كده مع فرق تانية، وزي ما قلت لحضراتكم النتائج كلها مرتبطة ببعض. فمن فضل حضراتكم في اتحاد كرة القدم يجب أن يكون هناك تحقيق في هذا الموضوع، والمخطئ سواء هنا أو هنا ينال جزاؤه، ويجب أن يتم هذا الموضوع بمنتهى الشفافية وفي نفس الوقت بمنتهى الاحترافية، لأنه كلام خطير ومهم جدا. هنتكلم عن أخبار النادي الأهلي، ولكن خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع نتكلم عن أهم أخبار النادي الأهلي النهارده إن شاء الله قبل مباراة طلائع الجيش الهامة. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. مستر بيتسو موسيماني بيعلن قائمه مباراه الاهلي وطلائع الجيش. محمد الشناوي، علي لطفي، حمزه علاء، محمود وحيد، احمد رمضان بكم، ورامي ربيعه، وياسر ابراهيم، ومحمود كهربا، وحمدي فتحي، ومروان محسن، وعلي معلول، واكرم توفيق، ثم ولتر بواليا، وطاهر محمد طاهر، وجونيور اجاييه، ومحمد هاني، واحمد نبيل كوكا. دول المجموعه اللي ان شاء الله ستواجه غدا طلائع الجيش. ايضا النهارده كان هناك تدريبات خططيه للاهلي استعدادا لمباراه طلائع الجيش. الحقيقه دائما التمرينه اللي بتبقى دايما قبل المباريات تمرينه بتبقى خفيفه، ما فيهاش اي شده بدنيه، خصوصا انت بتلعب كل 3 او 4 ايام مباراه. ايضا بيعتمد فيها بيتسو موسيماني على تحفيز اللاعبين على بعض الجمل التكتيكيه، سواء كرات ثابته، سواء كورنرز، سواء اوتات، الحاجات اللي هي البسيطه دي اللي بتتعمل قبل المباريات علشان تفضل في ذاكره اللاعبين. التمرينه زي ما حضراتكم شايفين كده، دي كانت تمرينه النادي الاهلي النهارده قبل الدخول في معسكر لملاقات طلائع الجيش ان شاء الله. المباراه اللي هتكون غدا في تمام الساعه 9 في استاد الجيش في السويس. ان شاء الله كل الامنيات الطيبه للنادي الاهلي في هذه المباراه، كل التركيز واضح على كل اللاعبين، وزي ما قلت لحضراتكم رساله واضحه من كل اللاعبين والجهاز الفني لكل جمهور النادي الاهلي او كل جمهور مصر الحقيقه، ان احنا مش هنركز في حاجه غير في الاربع مباريات القادمه. احنا دلوقتي مركزين في مباراه طلائع الجيش، ربنا يكرمنا بعد كده نفكر في اللي بعد كده، كل التركيز في مباراه طلائع الجيش. طيب ايضا النهارده كالعاده الحقيقه محاضره فنيه لاهم نقاط القوه والضعف لفريق طلائع الجيش، وايضا اهم الاخطاء اللي ارتكبها لعيبه النادي الاهلي في المباراه السابقه امام نادي امبي. احنا متعودين دائما على بيتسو موسيماني وعلى جهازه الفني ان هو دايما بيعمل محاضره فنيه قبل اي مباراه لاكتشاف نقاط او لكشف نقاط القوه والضعف لكل فريق بالنسبه للنادي الاهلي. النهارده حسين الشحات كان بيشارك في المران، وبعد تاكيدات الجهاز الطبي امس جاهزيه اللاعب عقب شكوى الام خفيفه في العضله الاماميه، ولكن كان متواجدا ومتاحا اليوم، وايضا شفناه دخل القائمه. محمود متولي يشارك في جزء من التدريبات بسبب الام الاسنان. كابتن محمود متولي الحقيقه يعني بنقول له كل شويه الحمد لله على السلامه، ولكن لسه الظروف معكساه شويه، ولكن ان شاء الله ربنا يكرمه ويكمل مع الفريق. زي ما حضراتكم شايفين كابتن سيد عبد الحفيظ، اعتقد انا ما سمعتش طبعا المحاضره، ولكن كل الكلام اللي بيتقال او كل الكلام اللي بيقوله كابتن سيد عبد الحفيظ 100% ان ما تركزش في كلام اي حد، ما تركزش في نتائج اي فريق، ولكن ركز في نتائجك انت فقط، ما تبصوش لأي حد تاني. خلينا نلعب بكرة على 3 نقاط، ربنا يكرمنا ب3 نقاط، وبعد كده نبص إيه اللي هيحصل إن شاء الله خلال الأربع مباريات القادمة. زي ما حضراتكم شايفين دائما اجتماعات حتى ولو صغيرة ولو لوقت صغير لترتيب الأوضاع خلال الفترة القادمة، سواء داخل الملعب أو خارج الملعب. داخل الملعب طبعا بيتسو موسيماني، وخارج الملعب كابتن سيد عبد الحفيظ. ايضا بدر بنون بينتظم في التدريبات الجماعيه للنادي الاهلي، وزي ما قلت لحضراتكم امبارح الحقيقه اتعملت مسحه اخيره لبدر بنون وسلبيه هذه المسحه، وبالتالي يعود مره اخرى للتدريبات الجماعيه
في نادي الأهلي. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى. 365 يوم الحقيقة، خلال 365 يوم سنة ميلادية كاملة، استطاع النادي الأهلي أن يحرز خمس بطولات وبرونزية عالمية. خمس بطولات وبرونزية عالمية، ست بطولات، أو يعني خمس بطولات وبرونزية عالمية في خلال سنة ميلادية كاملة. يعني كل شهرين تقريبا النادي الأهلي كان بيفرح جمهوره ببطولة مهمة بيحبها، منهم بطولتين التاسعة والعشرة الحقيقة، بطولة دوري أبطال إفريقيا. وبالتالي النادي الأهلي يستحق الحقيقة كل الثناء وكل التحية وكل التحية لهؤلاء اللاعبين خلال الفترة الماضية، وإن شاء الله يستحقوا التحية خلال الفترة القادمة. الحقيقة التقرير لفت نظري، أنا قلت لحضراتكم امبارح، أنا شخصيا ما ببصش لحد، أنا وكثير من جمهور النادي الأهلي ما بنبصش لحد، ولكن التقرير ده وأنا بسمعه لفت نظري الحقيقة. لفت نظري لإيه؟ لفت نظري إن تخيل حضرتك إن النادي الأهلي 10 بطولات، النادي اللي بعده مازيمبي ونادي الزمالك كل واحد فيهم واخد 5 بطولات. يقول لك منافسة أفريقية، 10 بطولات ومازيمبي واخد 5، ويقول لك منافسة أفريقية، الزمالك واخد 5 ويقول لك منافسة أفريقية. مش فاهم إزاي، ولكن أوكي تمام نعتبرها منافسة أفريقية، لأنه الحقيقة خلال المنافسة الأفريقية السابقة العشرة كنا مبسوطين وكنا فرحانين، ولكن خلال أفريقيا أو دوري أبطال أفريقيا السابق دخل قلوب كل الأهلاوية الحقيقة محمد شريف و19 هدف في الدوري العام المصري هذا الموسم، يستحق بهم كل التحية وكل الحب داخل قلوب كل الأهلاوية الحقيقة. 19 هدف، استطاع أن يتعدى أو يكسر حاجز كابتن أحمد بلال أحمد جوال الحقيقة، لاعب النادي الأهلي ونجم النادي الأهلي السابق ومحلل قنوات النادي الأهلي أو قناة النادي الأهلي. وداخل بقى عدى كابتن عماد متعب، عدى كابتن أيضا أبو تريكا، وعدى فلافيو، وعدى مجموعة كبيرة من الأساطير الكبيرة الحقيقة داخل النادي الأهلي. هل اقترب محمد شريف خلال الأربع مباريات القادمة؟ هو بكرة طلاع الجيش مش هيلعب، من الممكن جدا، ولا المصري ممكن جدا، مش عارفين لسه، هنقول لحضراتكم هل ممكن يلحق مباراة الجونة وأسوان، ده اللي هنشوفه خلال الأيام القادمة. ولكن 19 هدف استطاع أن يدخل بيهم محمد شريف إلى قلوب كل الأهلاوية، وبيكسر أرقام كتيرة جدا سبقته، وبيحاول أن يصل إلى الرقم الأسطوري للكابتن محمود الخطيب، 23 هدف في الدوري العام المصري. هل من الممكن؟ وعلى فكرة أنا بقول لحضراتكم، يعني أنا ما قابلتش الكابتن بقالي كام يوم، بقالنا فترة يعني، لكن أنا أقصد إن الكابتن لو لقى محمد شريف عدى بـ 24 هيكون أكتر واحد مبسوط. كابتن خطيب هيكون أكتر واحد مبسوط لو محمد شريف عدى رقم 23 ووصل إلى الهدف رقم 24. محمد شريف يستحق تحية ودخول قلوب كل الأهلاوية. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى. طبعا كل الأمنيات الطيبة لمحمد شريف بالعودة من الإصابة، يتمنى طبعا حتى كابتن طه اسماعيل يتمنى أن محمد شريف يعدي رقمه ويعدي 20 هدف، ربنا يكرمه ويرجع، وإن شاء الله إن شاء الله يصل إلى ما يريده وياخد دايما أو يقود هجوم النادي الأهلي خلال الفترات القادمة. الحقيقة نزلنا الشارع وسألنا الناس من يستطيع أن يفوز بهذا الدوري الساخن جدا اللي نتمنى إن شاء الله أنه يكون أهلاوي، عشان تعرفوا بس ثقة جمهور النادي الأهلي في لعيبته وفي جهازه الفني، جهاز فني محترم، لاعبين محترمين. خلال عام دايما هقول هذا الكلام وكل يوم هقول هذه الكلمة، 6 بطولات أو 5 بطولات وبرونزية عالمية في كأس العالم للأندية، الحقيقة كل شهرين بطولة، حاجة تستحق الاحترام، حاجة تستحق المساندة، حاجة تستحق الدعم خلال الأسبوعين القادمين تحديدا، لأنهم أسبوعين فارقين الحقيقة في الدوري رقم 43. قبل بس ما أطلع أشوف رأي حضراتكم، حاجة غريبة، مباراة زي مباراة الزمالك بيتنافس هو والنادي الأهلي على قمة الدوري، بيلاعب وادي دجلة اللي أمله إن هو يكسب نادي الزمالك بكرة عشان تنتعش آماله في البقاء في الدوري. مباراة مهمة جدا، صح ولا صح؟ مباراة مهمة جدا ومباراة في منتهى الأهمية سواء في القمة أو في القاع. متفقين؟ متفقين. طيب من المفترض أن مثل هذه المباريات أن حضرتك كلجنة حكام
تضع حكام دوليين. انا الحقيقه لما سمعت اسم الكابتن محمد الصباحي، اللي انا عارفه ان الكابتن محمد الصباحي حكم دولي، ولكن قلت لهم برضو يا جماعه شوفوا لي مين الحكام الدوليين في القائمه الرسميه. اعتمد الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا قائمه الحكام الدوليين لعام 2021 والتي جاءت كالتالي: حكام الساحه كابتن محمود البنا، كابتن امين عمر، كابتن احمد الغندور، كابتن ابراهيم نور الدين، كابتن جهاد جريشه، كابتن محمد معروف، كابتن محمد عادل. هل فيهم كابتن محمد الصباحي؟ مش موجود في الحكام الدوليين كابتن محمد الصباحي، وبالتالي حاجه بالنسبه لي ما اعرفش هل تبدو غريبه ولا لا، لانه زي ما قلت لحضراتكم علامه استفهام كالعاده، زي ما بنقول دايما علامه استفهام. ممكن يكون انا وجهه نظري غلط، ممكن حد يطلع يقول لي يكلمني يقول لي لا والله يا اسلام احنا عملنا كذا عشان خاطر كذا، وده اتحط هنا وده اتحط هنا ودي اهم. ولكن فريق بينافس مع النادي الاهلي على القمه، وفريق بينافس بقيه الفرق على ان هو يكمل مسيرته في الدوري العام المصري. اعتقد ان هي مباراه مهمه تستحق حكم دولي من 7 حكام اللي موجودين في القائمه الدوليه المعتمده من الاتحاد الدولي لكره القدم. طيب زي ما قلت لحضراتكم هنطلع نشوف راي حضراتكم في هذا الدوري الساخن جدا، من يستطيع ان يفوز بهذا الدوري. وبعد هذا التقرير هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل كالعادة فقرة دايما بتكون معانا كريم سعيد وأحمد ثابت، هنتكلم معاهم في أهم الأمور التكتيكية للمباريات اللي فاتت للنادي الأهلي، ومباراة غدا على الأخص هنتكلم فيها أكتر بالنسبة طبعا لنادي طلائع الجيش. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، فقره دائمه الحقيقه بنكون فيها متواجدين مع حضراتكم من خلال البيت الكبير لشرح كل الاخطاء اللي بتحصل خلال الاسبوع، وايضا ماذا كيف سيلعب النادي الاهلي في مباراته غدا امام طلائع الجيش وطريقه لعب طلائع الجيش من خلال ضيوفنا الدائمين الحقيقه كريم سعيد. ازيك كريم؟ ازيك يا كابتن؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله كابتن. الحمد لله. ايضا احمد ثابت، ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله تمام. كله كويس؟ الحمد لله. الحمد لله. خليني ابدا معاك يا كريم الاول. نعم. عندنا 2 بيتنافسوا او فريقين بيتنافسوا على القمه، نادي الاهلي ونادي الزمالك. نعم. فريقين بيتنافسوا، رايك ايه في المباراتين الاخيرتين سواء للنادي الاهلي او نادي الزمالك؟ هو طبعا الاربع مباريات الباقيه في الدوري للاهلي والزمالك اعتقد هي الامور الفنيه يا كابتن اسلام مش هتبقى اللي جايه ولا اللي فاتت؟ اللي جاي. اللي جاي. اوكي. هتكلم على اللي جاي، اللي جاي طبعا اللي مش عايز تتكلم فيه؟ هتكلم طبعا عليه طبعا. طيب. هنتكلم على كله. اللي جاي انا في وجهه نظري بيبقى معنوي اكتر منه نفسي، قصدي منه فني، يعني معنوي ونفسي اكتر منه فني. طبعا الاقتراب من اللقب اكيد بيبقى في الامور في المباريات دي العزيمه والاصرار والفير بلاي. مفيش وقت بيني وبينك كمان. نعم؟ مفيش وقت. بالظبط. والمدير الفني بالظبط هو بيشتغل نفسي ومعنوي اكتر بيشتغل منه فني. المباريات السابقه اعتقد يعني شفنا بنتكلم عن النادي الاهلي، يعني احنا بنحكي قضيه الاهلي هنتكلم عن النادي الاهلي، ربما طبعا واضح جدا 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 ان احنا بندفع ثمن حاجات كتيره طول الموسم اساسها الاجهاد طبعا. بنتكلم على اللعيبه فعلا وصلوا لدرجه من التعب في موسمين متلاحمين، بنتكلم على فريق حقق دوري الابطال الموسمين على التوالي. يعني طبعا لما نفتكر حتى الدوريات اللي كانت في منتصف التسعينات كانت شبيهه بالدوري اللي احنا بنتكلم عليه ده، 95 96 97 كانت دوريات الاهلي كان بيفنشها بشكل كويس. ليه؟ كان في فترات راحه كنت بتاخدها ومفيش مشاكل، لكن ربما بس احنا ماتش الاسماعيلي يعني بعض الاخطاء اللي وقعنا فيها وما استثمرناش طبعا الفرص الكتيره اللي جات لنا، على الرغم من ان الاهلي كان افضل من الاسماعيلي في هذه المباراه. لا ده كم الفرص يعني طبعا يعني حتى كارقام حتى اخر 10 دقائق ربع ساعه نادي الاسماعيلي يعني طبعا 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 مجهودهم مشكور كناس لعبوا طبعا لازم طبعا اكيد طبعا نادي الاسماعيلي سيظل دائما نادي كبير طبعا جدا جدا وسيظل الضلع، دايما بقول هذه الكلمه، سيظل الضلع الثالث في عالم كره القدم طبعا. لكن احنا ربنا سبحانه وتعالى ما كتب لناش
الانتصار في هذه المباراة، وكان عندنا بعض الأخطاء احنا اتمنى على المستوى الشخصي ان احنا نتعلم منها عشان بعد كده، واحنا دايما في اعتقد منظومه النادي الاهلي بنجتهد وبنسعى، بس لو ربنا سبحانه وتعالى مش كاتب لنا البطوله ما عندناش مشكله خالص، عشان بس بالظبط دي مش اخر يعني مش اخر الدنيا. انا عارف هقتبس كلمه يعني قالها المهندس عادل القيعي والاستاذ ابراهيم المنيسي في ملك وكتابه قبل ما نخش، قالوا الحقيقه كلمه جميله جدا وكلمه نعم. ملهمه وكلمه كويسه قوي. قال لك ايه؟ قال لك ان النادي الاهلي حتى لو وقع، لو لا قدر الله نعم. حصل وقع في بطوله نعم. فبيحضر نفسه لست سبع ثمان بطولات. صحيح ده كلام حقيقي وبالمنطق، وعايز اخد بقى منه واكمل عليه. اتفضل. بدون شك الموسم الحالي النادي الاهلي عانى من كم هائل من الاخطاء التحكيميه اللي اثبتناها في حلقات كتيره بالصوت والصوره والارقام كل شيء ثبتناه، لكن عمرنا في النادي الاهلي منذ ابد الابدين ما بنرجع خساره اي شيء، او احنا بنتكلم الكلام ده عشان نقول ان شماعتنا هو هي التحكيم خالص ابدا، احنا عدالة تحكيمية. احنا دورنا كميديا ان احنا بنقول للساده المشاهدين والجمهور بيتفرج علينا، احنا بنجيب لكم كل الامور، بنقول هنا في مثلا خطا حصل ضدنا، هنا في خطا من عندنا، هنا في كذا، احنا بنعمل كل شيء، ولكن في نهايه الحساب خالص اخر الموسم احنا منظومه النادي الاهلي عمرها في تاريخ ما كان عندنا مسمى الشماعات او اي مبرر نبرر بيه مشكله احنا وقعنا فيها. احنا دايما بنقول لا يا جماعه حتى لو 10% بس خطا عندنا احنا نعالجه، عشان الكلمه قالها الباشمهندس عادل القيعي، عشان نتعلم من السقوط ده في بطوله عشان 10 بطولات ده لو لا قدر الله حصل هذا السقوط. ولكن تخيل لما يبقى عندك مدير كوره نعم. طالع ما بيجي يتكلم بيقول لك احنا الاول يا جماعه نحاسب نفسنا. طبعا الكلام ده بعد مباراه الام بي طبعا، قال لك احنا بنحاسب نفسنا وهنتكلم مع نفسنا الاول صح، وبعد كده نبقى نشوف احنا صح. ده دورنا كابتن سيد طبعا دوره ان هو يتكلم مع اللاعبين وكل ده طبعًا. احنا دورنا زي ما انت بتقول كده كريم ان احنا دايما نقول للناس ايه اللي بيحصل. عندنا مشاكل بدون تبرير، عندنا مشاكل طبعًا. في كذا وفي كذا وفي كذا بنقول طبعًا. بعد كده على الجمهور في الاخر يا احمد تقبل الامر او عدم تقبله، دي حاجه ترجع للجمهور النادي الاهلي. طبعا احنا هنا لما بنتكلم للتوثيق وليس للتبرير. يعني ايه للتوثيق؟ انت بتوثق حاجات حصلت على مدار الموسم زي اللي هتقوله لنا دلوقتي. يعني لو نبدا حتى احنا السنه يعني احنا امبارح قلنا 10 نقط كان معايا الاستاذ اسامه السويسي قال 15، انت النهارده جايب رقم تاني. لا هو النهارده انا حاسبها بقى بالارقام بالحكام بكل حاجه. النادي الاهلي النهارده في الموسم ده فقط 13 نقطه بسبب الاخطاء التحكيميه. 13 نقطه، غير ده غير بقى حكايه ان احنا لينا 11 ضربه جزاء صحيحه ما تمش احتسابها ولينا 6 اهداف صحيحه، لكن احنا حاسبين ال 13 نقطه اللي النادي الاهلي فقدهم، و 13 نقطه استفاد منهم نادي الزمالك من خلال برضو الاخطاء التحكيميه. هل ايه المعيار بتاعنا؟ المعيار مش كلامنا احنا، المعيار هو راي خبراء التحكيم في جميع القنوات اللي بره قناه الاهلي كمان مش اللي في قناه الاهلي. فنبدا كده اول حاجه هنشوف بعض المباريات في الجدول قدامنا، هنلاقي اول حاجه مباراه وادي دجله 0-0 اللي هي انتهت 0-0 كان حكم المباراه احمد الغندور، حكم الفار حسام عزب. الاخطاء التحكيميه كان هناك ضربه جزاء للنادي الاهلي في تلك المباراه، وهنعرض كل الحاجات دي بالصور تمام. طبعا النادي الاهلي تعادل، يعني ايه؟ اخد نقطه كان المفروض يكسب، يبقى فقط كام نقطه؟ نقطتين. المباراه الثانيه مباراه البنك الاهلي ان النادي الاهلي تعادل فيها 0-0 كان حكم المباراه محمد سلامه، حكم الفار عمرو الشناوي، كان في هدف صحيح تم الغاءه للنادي الاهلي وفي ضربه جزاء للنادي الاهلي، يعني النادي الاهلي كان المفروض يكسب 2-0، يبقى كده كام؟ نقطتين فقدهم النادي الاهلي لانه اخذ نقطه كان المفروض ياخد 3. نيجي للمباراه الثالثه مباراه بيراميدز 0-0 كان الحكم المباراه جهاد جريشه، حكم الفار كان طارق مجدي، كان طبعا في هدف صحيح اتلغى للنادي الاهلي وفي ضربه جزاء صحيحه لم تحتسب، وبالتالي في نقطتين فقدناهم لان المباراه كان المفروض نكسب، يعني المفروض ناخد 3 نقط وانت خدت نقطه واحده، يبقى برضو انت ايه فقدت نقطتين، يبقى كده لغايه دلوقتي 6 نقط. تعال نروح لمباراه المحله اللي هي كان حكم المباراه 1-0 اللي هي اللي خسرناها 1-0 وحكم المباراه محمد معروف وحكم الفار سيد شعبان. كان هناك للنادي الاهلي ضربه جزاء صحيحه في، وكل ده هنعرضه بالصور دلوقتي، في نهايه الشوط الاول، وكان في كارت احمر لمدافع المحله في بدايه الشوط الثاني،
يعني المباراه لما ضربه جزاء في نهايه الشوط الاول للنادي الاهلي وكارت احمر، يعني اكيد النادي الاهلي كان هيكسب، يعني كانت هتبقى النتيجه 2-1 للنادي الاهلي او اكتر كمان من خلال الطرد ومن خلال ضربه الجزاء. النادي الاهلي خسر المباراه دي. نيجي بعد كده لمباراه الزمالك 1-1، حكم المباراه امين عمر، حكم الفار محمود عاشور، كان في ضربه جزاء للنادي الاهلي ما اتحسبتش، يبقى كده نقطتين. المباراه الاخيره اللي هي مباراه الاسماعيلي 1-1، محمد الحنفي، حكم الفار محمود عاشور، كان في ضربه جزاء اللي هي بتاعه جونيور اجاهي لم يتم احتسابها، وبالتالي نقطتين. لما نجمع كل النقط دي هنلاقي النادي الاهلي فقد كم نقطه؟ 13 نقطه فقدهم النادي الاهلي هذا الموسم بسبب الاخطاء التحكيميه. تعال نتفرج على الصور. اول صوره معانا، نمشي بقى مباراه مباراه. مباراه وادي دجله دي عشان برضو يبقى كلامنا موثق بالارقام وموثق بالصور. دي ضربه الجزاء اللي كانت لصالح احمد رمضان بيكهام لم يتم احتسابها في مباراه وادي دجله. المباراه الثانيه مباراه البنك الاهلي، زي ما قلنا كان في ضربه جزاء وكان في هدف صحيح، ضربه جزاء لصالح قفشه لم تحتسب وكان في هدف صحيح. الصوره اللي بعدها اللي هي بتاعه ايمن اشرف اللي سجلها براسه برضو هدف صحيح للنادي الاهلي، ده لم يتم احتسابه. دي المباراه الثانيه. المباراه الثالثه مباراه بيراميدز، كان فيها ضربه جزاء صحيحه لم تحتسب للنادي الاهلي وكان فيها هدف صحيح لم يتم احتسابه للنادي الاهلي، برضو تم الغائه في وجود الفار. فدي كده ثلاث مباريات 2 في 3 بست نقط. تعال نخش على المباراه الرابعه، مباراه المحله ديت كان في ضربه جزاء للنادي الاهلي في نهايه الشوط الاول صحيحه لم تحتسب، ومع بدايه الشوط الثاني. هات الصوره اللي بعدها اهي، كارت احمر، ده الغاء هدف محقق، فرصه هدف محقق من خارج منطقه الجزاء، كارت احمر. ده كلام كابتن محمد الشناوي في قناه اون سبورت على طول، ده في بدايه الشوط الثاني. وبالتالي المباراه دي كانت المفروض تنتهي بفوز النادي الاهلي، مباراه الاهلي والمحل، ولكن بسبب خلينا نتكلم، بلاش نتهي بالفوز، لكن خلينا نتكلم ان كان هناك ركله جزاء، ركله جزاء وكارت احمر. تمام. نيجي بعد كده لمباراه الزمالك اهي، ضربه جزاء لصالح النادي الاهلي لم يتم احتسابها، المباراه دي انتهت بالتعادل وبالتالي النادي الاهلي فقط برضه نقطتين فيها. المباراه الاخيره مباراه الاسماعيلي، ودي ضربه الجزاء اهي، دي الكوره كانت ما كانتش لسه خرجت من الملعب اللي قال عليها كابتن سمير عثمان، طالما الكوره لسه ما خرجتش في الملعب في قناه اون سبورت برضه، ودايس على رجله جونيور، دايس باهر المحمدي، دايس على قدم جونيور اجاي قبل ما الكوره تخرج من الملعب، اذا ضربه جزاء. كل النقط دي النادي الاهلي خسرها، 13 نقطه فقدها النادي الاهلي هذا الموسم بسبب الاخطاء التحكيميه. والمشكله ان بكره مباراة الزمالك ووادي دجلة زي ما حضرتك تفضلت وقلت، أنا مفروض مباراة الزمالك ووادي دجلة دي مباراة حساسة، سواء لوادي دجلة اللي المفروض يكسب عشان بينافس على الهبوط، وتعتبر من أصعب المباريات لنادي الزمالك لأن هو بيقابل فرقة خلاص لازم تكسب عشان تقعد في الدوري، ومن الناحية التانية نادي الزمالك بينافس على بطولة الدوري. أروح أجيب حكم مش دولي؟ يعني هم السبع حكام الدوليين يا جماعة، السبع حكام الدوليين اللي حضرتك تفضلت وقلتهم، محمود البنا، أمين عمر، أحمد الغندور، ابراهيم نور الدين، جهاد جريشه، محمد معروف، محمد عادل، ما جيبش حكم دولي في مباراه الزمالك وادي دجله؟ طب ليه؟ ليه احط ليه اعمل شك او جدل؟ دي مشكله على فكره. بالمناسبه يعني كل حكامنا لهم كل التحيه وكل التقدير، احنا دايما بنسلط الضوء على الاخطاء التحكيميه اللي بتحصل، ولكن هم كاشخاص طبعا اصدقائنا كلهم حكام ممتازين، بس انا بتكلم ان انت في مباراه حساسه اجيب حكم دولي، ابعد نفسي، خاصه دي بطوله هتدي دوري، يا اما تدي دوري يا تنزل فرقه. بالظبط، ده مباراه يعني مباراه حساسه تعتبر من اصعب المباريات في الموسم. ايوه، بالتالي لازم كان من وجهه نظري ان يبقى في حكام دوليين، ده حاجه غريبه، خاصه كمان ان كابتن محمد الصباحي لما نعرض الاخطاء بتاعه نادي الزمالك هذا الموسم لم كان في ضربتين جزاء في مباراه الزمالك وانبي الانبي ما حسبهمش. ايوه، وفي مباراه الزمالك وبيراميدز كان حكم فار، كان في هدف صحيح لضربه الجزاء بتاعه نادي الزمالك اللي هي في اخر المباراه اللي تم احتسابها وكانت غير صحيحه، وكان في كارت احمر لطارق حامد وفي وجود محمد الصباحي حكم فار. طب انا ليه احط نفسي في الكلام؟ طب ما انا اريح دماغي خالص واجيب البنا، اجيب ابراهيم نور الدين، اجيب الغندور، اي حكم دولي. يعني ليه احط نفسي في مجال الشك؟ يعني ده السؤال. بس الحاجه الثانيه بقى، تعالى نتفرج على النقاط اللي حصل عليها نادي الزمالك برضه بالارقام وبالصور، ومش والمعيار بتاعنا ايه؟ مش كلامنا احنا، راي خبراء التحكيم في القنوات بره قناه الاهلي. يعني احنا مش جايبين حاجه كمان برضه من قناه الاهلي، لا ده بره قناه الاهلي. تمام. طب تعالى نشوف اول حاجه قدامنا اهو، ماتش بيراميدز 1-1 اللي هي المباراه الاولى. كان حكم المباراه محمد عادل. حكم الفار كان جهاد جريشه.
كان هناك هدف ملغي صحيح لنادي بيراميدز في تلك المباراة، وبالتالي الزمالك حصل على نقطة كان مفروض الزمالك يخسر في هذه المباراة. الزمالك اتعادل. تعال للمباراة الثانية اللي لسه كنت بتكلم عليها، مباراة إنبي. كان مين حكم المباراة؟ محمد صباحي اللي هيحكم بكرة الزمالك وادي دجلة. حكم الفار صبحي العمراوي. كان هناك ضربتين جزاء لنادي إنبي لم يتم احتسابهم، وبالتالي نادي الزمالك حصل على 3 نقاط، مفروض كان يخسر هذه المباراة لو تم على الأقل لو تم احتساب ضربتين الجزاء. تمام تمام. تعالى المباراة الثالثة، مباراة المقاولين العرب اللي هي 2-2. كان حكم المباراة مين؟ إبراهيم نور الدين. حكم الفار مين؟ طارق مجدي. كان في ضربة جزاء، وكل الكلام ده هنعرضه بالصور. كان ضربة جزاء لنادي المقاولين، وبالتالي حصل نادي الزمالك على نقطة كان مفروض يخسر تلك المباراة. مباراة بيراميدز 1-1 اللي هي المباراة الثانية اللي هي جهاد جريشة، ولسه كنت بتكلم كان مين حكم الفار؟ محمد صباحي اللي هيحكم بكرة مباراة الزمالك ووادي دجلة. كان هناك كارت أحمر على طارق حامد، وكان في ضربة جزاء غير صحيحة لنادي الزمالك تم احتسابها، وبالتالي حصل نادي الزمالك على نقطة كان مفروض ما يحصلش عليه. تعالى بعد كده على مباراة سموحة 2-1، كان مين حكم المباراة؟ محمد الحنفي. وحكم الفار نادر قمر الدوله في ضربه جزاء لم يتم احتسابها لنادي سموحه. الاهلي 1-1، امين عمر، محمود عاشور، وبعد كده المقصه، وبعد كده المصري. كل دي ضربات جزاء للانديه المنافسه، سواء للمقصه سواء للمصري سواء لسموحه. تعال نعرض الصور. هتلاقي لما تجمع كل النقط دي هتلاقيهم 13 نقطه حصل عليهم نادي الزمالك برضو بسبب الاخطاء التحكيميه. ادي اول حاجه، ده الهدف بتاع بيراميدز اللي تم الغائه، طبعا كانت الحكم حسبها تسلل وهي ما فيهاش تسلل. الصوره اللي بعدها ديت الضربتين الجزاء بتوع إنبي اللي هو كان حسبهم الحكم، اللي ما حسبهمش الحكم محمد صباحي. تمام. ضربتين جزاء واضحين جدا. ايوه كمل. ضربتين جزاء اهم واضحين جدا. نكمل الماتش اللي بعده، ماتش المقاولين، ضربه جزاء على اشرف بن شرقي لم يتم احتسابها. كمل. دي برضو دي المفروض كارت احمر في مباراه بيراميدز على طارق حامد، الحكم اصلا ما ادلوش انذار في اللعبه دي. ايوه كمل. دي ضربه جزاء تم احتسابها لنادي الزمالك. كابتن سمير عثمان قال ايه في الحاله التحكيميه في تحليله؟ قال هو اللاعب لو شال ايده الكره هتروح فين؟ في صدره، اذا مش ضربه جزاء. تمام. نكمل. ديت برده ضربه جزاء، واللي فارد ايده امبارح في مباراه فارد ايده ما اتحسبتش. طبعا دي ضربه جزاء برده لنادي سموحه على طارق حامد في مباراه الزمالك وسموحه. كمل. مباراه الاهلي. كمل. مباراة المقصة ضربة جزاء. كمل. لا دي اللي واضحة قوي. اه دي بقى هدف المصري اللي الزمالك جابه في النادي المصري في آخر دقيقة، كان فاول. الهدف ده كان في البلاس 90، وكان المفروض إن الحكم الفار ما جابلوش لمسة اليد. يعني هي المفروض إن هي كانت فاول على لاعب نادي الزمالك، وكان الهدف ده غير صحيح. تمام؟ طيب، إذا 13 نقطة استفاد بيهم نادي الزمالك، من خلال مش من المفترض إن هو يستفيد بيهم. والمعيار بتاعنا زي ما بقول كذا مرة، المعيار بتاعنا مش إحنا اللي بنقول الكلام ده، المعيار من محللين التحكيم اللي في جميع القنوات، هم اللي قالوا الكلام ده. 13 نقطة استفاد بيهم، إحنا عملنا إيه بالظبط؟ إحنا جمعنا الحالات بس مش أكتر من كده. 13 نقطة استفاد بيهم نادي الزمالك، و13 نقطة فقدهم. هل لو كان نادي آخر بينافس النادي الأهلي غير نادي الزمالك كنت هتقول نفس الكلام؟ هي الفكره اللي انا عايز اقوله، هو احنا مش بنقول برضو ان التحكيم وحش او كده، لا، هي الفكره كلها ان احنا عايز ابين للناس برضو ان احنا بتوقع. وده مش للتبرير، ده للتوثيق. حلو جدا، بس ده مش سؤالي. انا سؤالي تاني خالص. ايه بقول لك، هل لو كان نادي اخر النادي الزمالك اللي بيتنافس مع النادي الاهلي كنت هتجيب الاخطاء دي؟ ايوه طبعا، بس على اساس ان هو النادي اللي بينافس النادي الاهلي. ايوه بس هو النادي اللي بينافس النادي الاهلي دلوقتي هو المتصدر. بالزبط. وعايز اقول لحضرتك ان ده مش معناه ان بس ما حدش يا جماعه يتصور ان احنا بنتكلم مثلا على نادي الزمالك تحديدا او كذا او كذا، لا، احنا بنتكلم على التنافس ما بين الاهلي واحنا بنحترم جميع الانديه، بنحترم جميع الحكام، لكن احنا يعني احنا دورنا ان احنا نوثق بعض الحاجات الموجوده اللي حصلت. مش معنى كده ان برضو ان السبب لو لا قدر الله مثلا يعني حصل اي حاجه في الدوري ان ده سبب، لا، ده برضو من ضمن الاسباب اللي حصلت في بالظبط سبب من الاسباب، ولكن هناك سبب ان الجهاز الفني قد طبعًا يكون اخطا في بعض المباريات السهله اللي ضيعنا النقاط فيها. بس نفس الكلام بالنسبه للاعبين، وبالتالي هي منظومه كامله يا كريم بنقدر نتكلم فيها، او ما بنقولش تبريرات ولكنها الحقيقه، مع الاعتراف بان هناك بعض الامور الخاطئه والخاصه في النادي الاهلي سواء جهاز فني او لاعبين، مع اعتراف كابتن سيد عبد الحفيظ نفسه. ما هو ده طبيعي يا كابتن اسلام، هو الكوره لعبه جماعيه فيها عناصر كتيره، كل عنصر له نسبه، كل عنصر له نسبه. انا دايما بشوف وبحب يعني على المستوى الشخصي، انا كريم سعيد بحب
ان منظومه النادي الاهلي دايما 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 وهي بتعمل الكشف الحساب اخر الموسم، حتى شوف حتى لو الموسم فيه اخطاء تحكيميه كتير، ان احنا دايما نحطه في اخر الليست. ليه بقى؟ عشان احنا دايما عندنا مثلا ناشئين في النادي الاهلي لازم يعرفوا احنا عندنا شماعات. احنا بنعلم دايما الاولاد الصغيرين عندنا في النادي الاهلي ان احنا دايما الخطا، انا بشوف في طريق انا ماشي فيه الخطا خطاي، انا لازم ابقى احاسب نفسي، لازم الوم نفسي، لازم دايما دايما اعاتب نفسي، حتى لو في بعض الاخطاء. طبعا الحكام اكيد الموسم ده واحد من اسوأ من اسوأ المواسم تحكيميا، ده موضوع ما مش محتاجين ننتهي يعني مش محتاجين نجادل فيه. نجادل في ايه ده في كل لا مش بتكلم عن النادي الاهلي بس، لا على مختلف يعني. لو جمعنا كل شكاوى الانديه بما فيها نادي الزمالك، ما نادي الزمالك برضه بيشتكي من الحكام يعني، كل الانديه لما يجوا يشتكوا من الحكام ده واحد من اسوأ المواسم الكرويه في تاريخ الدوري المصري من حيث التحكيم، رغم للاسف للاسف ان في تقنيه الفار اللي هي المفروض تساعد الانديه وتساعد في المباريات انها تتلعب بدون اخطاء. بس طبيعي زي ما قلت هي الكوره لعبه جميله. مثلا الجون ده واحد يعني لما حكم انجليزي يشوف اللعبه دي ويقول لك انا مش مصدق ان حكم المباراه وحكم الفار بيراجع وراه يلغي هدف زي ده، يعني فاهم، ده يوريك المستوى اللي احنا فيه. طيب اخيرا قبل ما اطلع فاصل يا احمد، هل الفار مؤثر بنسبه كبيره مع ام ضد النادي الاهلي بنسبه يعني مش لا بكبيرة. الفار الفار بصراحه يعني الفار محتاج فار يعني، او ساعات بحس ان هو شاهد ما شافش حاجه بصراحه يعني. انت بتتكلم أنا ساعات بحس ان هو محمد شريف بس يعني بيدور على محمد شريف لما يتلغى، لما يبقى في 6 اهداف صحيحه يتم الغائها في وجود الفار للنادي الاهلي ويبقى في 11 ضربه جزاء للنادي الاهلي صحيحه لم يتم احتسابها في هذا الموسم، يبقى الفار بصراحه يعني لا يعني اكيد محتاج تعديل برضه، محتاج تطوير اكتر من كده. وبالمناسبه وبما اننا بنتكلم عن الفار وبنتكلم عن لجنه الحكام والتحكيم المصري، عايز اقول لحضراتكم وده انا بقوله كل يوم الحقيقه، يعني لما حد بيتكلم زي ما بندي للجنه الحكام او بننتقد لجنه الحكام بنقول او بننتقد الحكام نفسهم، بنقول برضو ان لجنه الحكام هيعملوا خلال الفتره اللي جايه دورات كثيره جدا علشان يدخل حوالي اكثر من 30 35 حكم خلال الفتره القادمه، بياخدوا دلوقتي اوريدي او بداوا بالفعل ان هم ياخدوا تدريبات دورات تدريبيه عن الفار، منهم حكام 15 20 واحد مساعدين و15 20 واحد حكم للساحه مع 4 حكمات، وبالتالي لازم نقول الجانب ده طبعا. ولازم نقول ان بالفعل ان هناك، وبالمناسبه ده اعتراف بالخطا طبعا. ان انا اعمل طبعا. دورات تدريبيه وادخل حكام جديده ده اعتراف بالخطا، وده ما يعيبش حد طبعا. ده شيء طبيعي جدا ان انا شايف ان انا عندي اخطاء، ولكن كانت الاخطاء زي ما كريم قال ان هي بنعتبر ان الموسم ده واحد من أسوأ المواسم في نقطتين بالنسبه للاخطاء التحكيميه مش بالنسبه للاخطاء اللي بتحصل. في نقطتين كمان محتاجين يتطوروا من وجهه نظري، عشان التحكيم يبقى 10 على 10 لازم تجيب لهم تصوير، لازم جودة التصوير في المباراة تكون أعلى من كده. بنتكلم في الموضوع ده امبارح وقلنا ان احنا هنتكلم فيها، نفتحه ان شاء الله كقضية مهمة جدا، لان التصوير عشان لما نيجي نحاسب الحكام نقول لهم، لان كل حاجة يقول لك ما فيش تصوير كويس، مش شايف الزاوية، فبالتالي احنا هنمشي مع الحكم. احنا بنشوف مباريات الدوري السعودي والدوري الاماراتي تصويرهم عامل ازاي مزبوط. يعني احنا نحاول حتى نكون قريبين من التصوير، احنا مش اقل من الدوري السعودي ومن الدوري والله الاماراتي. احنا عندنا مخرجين عظماء في التلفزيون المصري وعندنا كاميرات مش عايز اقول لك على اعلى مستوى ومن افضل الكاميرات الموجوده في العالم العربي، لكن ايه المشكله الحقيقه انا مش فاهمها ومش عارفها. عشان كده انا نفسي نستعين بخبراء في هذا الامر خلال الفتره القادمه، بما انكم فتحتم هذا الموضوع امبارح برضو فتحناه، ان احنا نعرف بس هو هل ليها حاجات معينه بروتوكول، حتى يعني احنا دايما اتعودنا نقول كلمه بروتوكول، هل في بروتوكول معين لوضع الكاميرات جوه الملعب عشان نقدر نصل الى اللي احنا بنشوفه بره؟ اسلام برضو وصوره البث يعني احنا المشكله عندنا كمان ان احنا بنشوف المباريات بتاعتنا في لما يجي المخرج يعمل زوم الصوره بتبكسل كانك جايب يعني موبايل قديم شويه، ده عيب. مسالنا انا نفسي افهم، ما انا سالت فيها بصراحه، فبعض الناس التقنيين قالوا لي لا خلي بالك ما البث نفسه له سرعه، انت بتبث بسرعه كام ودي بفلوس يعني أوكي. بيبث بسرعه 4 ميجا غير 10 غير 14 غير 20، فواضح ان مش كريم برضو صح. لكن احنا تخيل الحاله دي لو كانت جايه بكاميرا هنا هي مش باينه، لا بس مع كاميرا من خلفي مش محتاجه بصراحه. لا معلش انا معاك بقى، انا بقول لك يعني انت بتقول ان هي مش محتاجه، هي فعلا مش محتاجه
10 على 10 انها مش محتاجه. ولكن تخيل كمان لو كانت كاميرا خلف المرمى. لا انا بقول لحضرتك الكوره فعلا اللي مش واضحه وكلنا كل الناس اجمعوا عليها عشان ما يبقاش في حجه خالص. الكوره فعلا ما كانتش واضحه والناس كلها اجمعت ان التصوير فيها كان استحاله يبينها. الجون بتاع محمد شريف اللي هو الكره في سيراميكا في مباراه سيراميكا دي ولا زاويه ولا زاويه لاي كاميرا كانت مع المخرج بينتها. فهنا ممكن وحاجه ممكن طبعا في حلقه تجيب تقنيين وفنيين ممكن يتكلموا على الامر ده احسن. لكن انا برضه عايز اضيف نقطه بالنسبه للحكام هم بيصلحوا. ما ينفعش اشوف حكم بيحكم مباراه في الدوري المصري وزنه زايد. مستحيل. ما ينفعش. دي هنا دي الف به رياضه. يعني الف به رياضه ما ينفعش مثلا لاعب او 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 حارس يعني حتى كابتن حلمي طولان انتقد حال حارس مرماه مش اول مسامي بس احنا شفنا وفي اعتقد لا يقل عن مثالين مثلا في الدوري حكام اوزانهم زايده واضح جدا من التيشيرت واضح ان الوزن زايد. فربما هنا الوزن الزايد يعوقك ان انت تعمل المجهود الكافي عشان تلحق تشوف اللقطه ومع الضغط بتاع المباريات وضغط المنافسه ممكن كمان انت شخصيتك ما تبقاش فيها هذا الكم من الجراءه فما تاخدش القرار السليم. طبيعي من لجنه الحكام وهي بتصلح انها اكيد لازم تعمل اختبارات كوبر لازم تتعمل لازم يعني يشيكوا. دايما كانت ايام زمان لما كنا واحنا بنلعب يقول لك لما بتبقى فنيا مش قادر نعم بتعوض ده بدنيا صح يعني بدنيا يخليك حتى ايه لو انت مش عارف ترقص تطول الكره وتجري وتخبط وترفع يعني انت فاهم. فده برضه بيحصل مع التحكيم طبعا. وبالتالي لازم يبقى دايما وزنك مثالي. في اختبارات المفروض في اختبارات كوبر هي بتحدد وفيها في معايير بيقول لك الحكم لازم وزنه كذا مع الطول كذا. اكيد هم اكيد ادرى عشان ما حدش يقول ايه اصل المحللين الكوره بيحللوا تحكيم. احنا ما بنحللش تحكيم احنا بنقول الحاجات البسيطه. يعني النهارده في بعض الحكام محتاجين هم يظبطوا يعني الوزن الخاص بيهم عشان ان شاء الله. احنا طبعا بنقول الكلام ده كله ليه؟ عشان السنه الجايه باذن الله باذن الله نشوف دوري افضل على جميع النواحي. طبعا مش هتلحق تعمل في الثلاث ماتشات دول. بالظبط هي دي اللعبه دي. ولا الكاميرا فعلا بينت لنا الكوره جت في ايد قفشه ولا لا. وربما طبعا يكون من الشكل ده ان الكوره ما جاتش بس عشان نجزم. عايز اقول لك حاجه يعني هنبقى نسال قفشه في الموضوع ده نفسه. هو الوحيد اللي هيقول لنا بجد فعلا هو الوحيد اللي هيقول لنا اذا كانت جت في ايده. وعلى فكره هو صادق يعني لو جت في ايده هيقول جت في ايدي. لو ما جتش في ايده هيقول ان هي ما جتش في ايده. وبالتالي اتمنى ان يكون هناك شكل للتصوير افضل. مع انه زي ما بقول دايما احنا عندنا مجموعه رائعه الحقيقه من المخرجين العظام اللي موجودين في كل مكان. التقنيين العظام اللي موجودين في كل في التلفزيون المصري وفي كل القنوات الاخرى. وبالتالي ما اعرفش ايه الموضوع. هنحاول نعمل الحلقه دي قريب علشان نفهم ونفهم الناس ونفهم الجمهور يعني ايه اللي بيحصل في هذا الموضوع علشان ما يبقاش عنده حد عنده حجه. وموضوع الخط موضوع الخط برضو بتاع الخط ساعات بيبقى مايل وساعات بيبقى عامل كده. احنا عايزين الخط المظبوط عشان ما يبقاش فرقه زي النادي الاهلي ملغي لها 6 اهداف صحيحه في وجود الفار. يعني احنا بنتكلم يعني ما هو دي حاجات اساسيه. امال انا جايب الفار ليه ودافع ملايين ليه وصارف ليه؟ هي المشكله برضو في نقص امكانيات. اكيد التصوير ده هم في الدوري السعودي والدوري الاماراتي عندهم الامكانيات اعلى مننا اكيد. فاحنا المفروض نحاول ان احنا نجيب الاجهزه اللي عنده عشان يبقى عندنا جوده التصوير دي. الحاجه الثانيه لو الجهاز بتاع اللي بيرسم الخط ده ما ينفعش الحكم بتاع الفار هو اللي يرسمه لان بيبقى برضو فيها دايما ابعد نفسي عن اي يعني ايه اي حاجه فيها من الاخر شبهه. يعني خليني دايما ماشي في الصح بالظبط. بتحاول تعمل الصح لحين ما حدش حاصل للكمال يعني. وبالتالي نتمنى طبعا كل التوفيق للحكام المصريين لان بكره والاربع اسابيع القادمه ابتداء من بكره اعتقد ليها وضع خاص عند كل الجمهور في مصر من اسوان لغايه اخر فرقه بتلعب في الدوري اهلي وزمالك واسماعيلي واتحاد وكل الفرق. خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنرجع نسال كريم سعيد واحمد ثابت هل الدوري لسه في الملعب ولا انتهى؟ اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. هل ما زال الدوري في الملعب يا كريم؟ طبعا. هنتكلم على يعني نادي الزمالك متفوق بفارق نقطتين وباقي اربع مباريات ب 12 نقطه. فطبعا شايفين في فجوه يعني كبيره من الزمالك عشان محتاج يكسب الدوري لازم يكسب اربع مباريات كلهم. وبالتالي كمان النادي الاهلي يعني ما يسبقوش او ما يجيبش حتى النادي الزمالك ما يستناش اي سقوط منه عشان النادي الاهلي ما يستغلوش. وبالتالي وكمان تاني برجع التسعينات لان فتره التسعينات كانت اسلام لحد ما كان المنافسه ما بين الاهلي والزمالك في الست مواسم الاولى من التسعينات كانت قويه. كنا كل موسم غير الالفينات طبعا. يعني اللي شاف الكوره من الالفينات مانو جوزيه
لحد ما قضى شويه على المنافسه، ما كانش منافسه شديده في الدوري، الدوري كان بيبقى محسوم، وده حتى ممكن ربما اللي مزعل الناس دلوقتي. لكن في التسعينات بنتكلم في موسم 95 96 نادي الزمالك اللي هو في مباراه الناس بتتفرج عليها، مباراه النادي الاهلي وجمهوريه شبين، هدف رضا عبد العال الشهير، الفرق كان 6 نقاط وكان باقي اعتقد حوالي 8 اسابيع يعني الموضوع، وكان ساعتها كان كمان اعتقد المباراه كانت بنقطتين مش بثلاثه. موسم المباراه نادي الزمالك وصل الفرق مع النادي الاهلي 13 بوينت، ده كانت فجوه كبيره جدا. نادي الزمالك الدور الثاني وقع في كم هزائم متتاليه مع الكروم والقناه لغايه بعد كده النادي الاهلي كسب الدوري. حتى نادي الزمالك نفسه لما خد الدوري من النادي الاهلي في اللي هو الموسم 2002 2003 كان في اخر اسبوع، فالناس تعرف النادي الاهلي دايما بيلعب لاخر نفس. مهم جدا جدا كمان الناس تفهم، وكمان الناس الشباب الصغير السن، منظومه النادي الاهلي ما بتسيبش المنديل غير لما فعلا ببقى عملت كل يوم 27 اغسطس 11 بالليل عملت الجهد بتاعي كله، وبفضل اصحح في نفسي واشوف انا عملت ايه خطا واصححه. وحتى لو تاني هو بكرر فيها، لو ربنا سبحانه وتعالى مش كاتب لنا احنا بنشتغل للسنه الجايه والسنه اللي بعديها، وعندنا لسه عندنا احنا عندنا كاس عالم انديه اعتقد طموحنا فيه ان شاء الله الحقيقي ان شاء الله ان احنا نلعب على طبعا يعني عندنا طموحات بالظبط. يعني دايما لازم الناس تفكر ما بنبصش كاس العالم عشان نعم؟ الناس بت باير فاكر باير فاكر باير فاكر نقاط الضعف بتاعت باير، ان لما قلت ان نقاط الضعف باير قال لك يا عم اسلام فان شاء الله يعني تاني ان شاء الله باذن واحد احد باذن واحد احد لو ربنا سبحانه وتعالى كاتب لنا الدوري ده هنشوفه بعيد بعيدا عن اي فنيات او عن طيب. اي تحليل أي كويس فتحت لي مجال لحاجه ثانيه. هل في الوقت ده لو ربنا كرمنا ان شاء الله وخدنا الدوري، هل سنتغاضى عن اخطائنا كمجلس اداره؟ لا بالتاكيد مجلس اداره هيفكر او اداره الكوره يعني اداره الكوره هل ستتغاضى عن بعض الاخطاء ولا احنا دايما عندنا اسلوب مختلف؟ لا اعتقد ان الاداره عندنا يعني بتفكيرها على طول دايما ان هي عايزه تدعم برضو بالفرقه، بتشوف ايه المراكز اللي ناقصه في الفرقه وبتحاول ان هي تدعمها عشان الفرقه تبقى اقوى. ده دايما تفكير النادي الاهلي، دايما عايز يبقى اكثر شراسه اكثر قوه، لان انت برضو انت مستواك لكن باقي الفرق الافريقيه بتدعم، ترجي جاب مدرب جديد ودعم بصفقات، الوداد دعم، اكيد بتقابل منافسين كتير، فانت برضو لازم تشوف النواقص اللي عندك بالمراكز الفنيه اللي عندك وبتدعمها. ولكن انا يعني في الفتره الحاليه دي اللي بطلبه من جميع الاهلاويه ان احنا ناجل النقد في الفتره الحاليه، اي حد عنده اي نقد لاي حاجه ناجلها يا جماعه اسبوعين بس. الفتره دي محتاجه ايه مننا؟ محتاجه شويه دعم بس، مسانده ودعم بس. ليه؟ لان انت 4 ماتشات يا جماعه، 4 ماتشات نكسبهم ونعمل اللي علينا، واحنا دايما الاهلي علمنا ان مفيش مستحيل. يعني احنا لو شفنا مثلا موسم 2008 2009 احنا كنا قاعدين لغايه الدقيقه 93 الاهلي وطلائع الجيش لغايه الدقيقه 93 كنا خلاص مش واخدين الدوري، احمد فتحي جه جاب جون 2-1 وبعدين كسبنا 3-1 ووصلنا المباراه فاصله. ده في 2008 2009 الحاجات اللي انا يعني عشرتها في الالفيه الحديثه 2010 2011 لما كنا متاخرين الدور الاول ب6 نقاط ومانويل جوزيه جه ورجع وفي كده الاخر انا ايام لا احنا ايامنا ايام الجيل اللي مالك لا 2008 2009 2010 2011 عمرنا ما وصلنا، انتوا كنتوا بتحسبهم من بدري ها هم جيلهم كانوا بيحسبوا الدوري من بدري 94 94 المنافسه كانت ثلاثيه لغايه الاسابيع الاخيره، بعد كده الزمالك خرج وكان في مباراه ما بين الزمالك والاسماعيلي في اسماعيليه تعادلوا 1-1 والنادي الاهلي كسب الترسانه 2-0 ولعبنا ماتش فيصل مع النادي الاسماعيلي في اسكندريه اللي هو الهاتريك بتاع كابتن محمد رمضان وجون كابتن ايمن شوقي. ده كان دوري عظيم، وكان ايه يا كابتن اسلام كمان كان دوري جاي بعد الصدمه بتاعتنا في موسم 91 92 كان موسم فعلا صادم، ماتش الفيصل كان في المحله فعلا، ده كان واحد من المواسم اللي الواحد زعل فيها جدا جدا جدا. انا بالنسبه لي الموسم ده ربما اكون زعلت فيه اكتر من الموسم بتاع انبي، كان موسم صعب جدا والنادي الاهلي عمل دور تاني ممتاز لكن ساعتها ربنا سبحانه وتعالى ما وفقناش. خلينا نروح للاكثر جدول الاكثر عندنا الاكثر او من يكون الاكثر في الفرق معانا الاكثر في كل حاجه بقى في الدوري. ده برضو بياكد ايه؟ بياكد ان احنا لازم يعني نثق في الفرقه ولازم نلعب لغايه اخر لحظه، لان احنا نعتبر احسن فرقه في الدوري، احسن فرقه بتلعب كوره بالارقام. يعني لو بصينا على الاقصى اقوى خط هجوم النادي الاهلي 63 هدف، اكتر فريق صنع فرص النادي الاهلي 272 فرصه، اكتر محاولات على المرمى النادي الاهلي 175، الاكثر تمريرات صحيحه النادي الاهلي،
الاكثر تمريرات بينيه النادي الاهلي، يعني انت الاكثر في كل حاجه، الزمالك بس الاكثر في العرضيات والاسماعيلي الاكثر في المراوغات الناجحه. وبالتالي انت يعني انت الاكثر في كل حاجه، وبرده الهداف الدوري من عندك محمد شريف 19 جون، والاكثر اسيست من عندك علي معلول 11 اسيست. يعني انت بسم الله ما شاء الله الارقام كلها لصالحك، فلازم نتمسك بفرصتنا، ما عندناش ياس، لازم نكمل لغايه اخر دقيقه، لو لغايه اخر لحظه نكمل ان شاء الله. لو كسبنا الماتش ده وزمالك كسب اللي بعده اللي بعده، لو لغايه اخر ثانيه في الماتش الاخير لازم تتمسك بفرصتك، لازم تعمل اللي عليك في الاربع مباريات دول، اعمل اللي عليك في الاربع مباريات دول وهتاخد الدوري. كريم، هل الارقام دي بتديك مؤشرات لحاجه معينه؟ طبعا بتديني مؤشرات ان احنا اشتغلنا بشكل جيد جدا على مستوى الفريق ككل، شغالين يعني مدير فني والجهاز الفني والجهاز الفني المساعد كمان، قدرنا في السنتين اللي فاتوا نعمل شكل للجيل ده، واعتقد دي نقطه الجيل ده كان محتاجها. احنا النهارده شايفين فريم، يعني ايه؟ يعني النهارده يا كابتن اي فرقه دايما محتاج شخصيه، دايما مثلا الجمهور يقول لك ايه، احنا يا جماعه فين من جيل ابو تريكه وجيل وائل جمعه وعماد متعب؟ ليه؟ الجيل ده عمل مع مانويل جوزيه عمل شخصيه، فانت دايما بتقيس ان اي فرقه بتطلع بعديهم بشخصيه الفريده. حاليا احنا النهارده في الماتشات الكبيره عملنا ايه؟ في النهائيات عملنا ايه؟ احنا جينا مثلا خسرنا تو فاينلز دوري الابطال في واقعه عمرها ما بتحصل للنادي الاهلي، النادي الاهلي كان مش متعود يوصل للفاينل ويخسره، احنا خسرنا من الترجي وخسرنا من الوداد. مش هنقعد نقعد بقى ايه، انا اسف احنا المشكله كانت في ده، مش لا احنا بنقعد نشوف اخطائنا ايه عشان نصحح، والحمد لله بعد اتغلبنا حتى من سان داونز 5-0، والسوشيال ميديا اعتقد السنه دي كنا بنتكلم دايما ان ماتش 5-0 ده لما رجعنا في العوده كسبنا 1-0 واللعيبه اتجمعت قلنا ان اللعيبه دي رجاله. ليه؟ كابتن خطيب كان قاعد، لو أيوة. اللقطه الشهيره بالظبط، كان قاعد وباصص بصه كده متضايق طبعا. فدي الناس كتيره كانت كاتبه من هنا كانت البدايه بالظبط، وفي ناس كمان ساعتها لما احنا بنقول لا يا جماعه لا ناخد دي بدايه ويلا نشجع لعيبه في الموسم ده، كان موسم قوي جدا، كنا بننافس فيه نادي الزمالك وبيراميدز، واحد من اصعب الدوريات، اصعب طبعا من الدوري احنا بنتكلم فيه ده، لا مفيش مقارنه. الدوري اللي احنا كسبناه من الزمالك وبيراميدز في اول سنه لبيراميدز 3 سنين لما كان جايب بقى دايما على الهوا، وكواليتي لعيبه بيراميدز ساعتها كان مختلف عن الكواليتي دلوقتي، مع كامل احترامي طبعا للفرقه الحاليه، لكن الفرقه اللي كانت مع بيراميدز في الموسم ده كواليتي عمر خربين وكينو، لا 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 كانت فرقه مرعبه. ولكن النادي الاهلي بالصمود وتحليل الاخطاء والوقوف والواقعيه قدرنا ناخد دوري، وبعديها نكسب بطولتين دوري ابطال افريقيا. بتسال اي حد النادي الاهلي او الجيل ده يقدر؟ يقول لك في الاول لا ما يقدرش، لكن اللعيبه صمدت، ودايما جبنا لهم الصوره وهم واقفين في ماتش 1-0 العوده في برج العرب في ماتش سان داونز. عشان كده هي دي دايما باخد الفكره دي، النادي الاهلي منظومته لازم الناس تعرف ان هو دايما بيلعب للنفس الاخير، ان منظومه النادي الاهلي بتبني تصحيح الاخطاء كمان طبعا. واحنا بنواجه اخطاء نفسنا، ما عندناش معايير. منظومه النادي الاهلي يا كابتن اسلام لا يوجد فيها مسمى، ما فيش في قاموسنا حاجه اسمها شماعات، احنا ولا بنتكلم على تحكيم ولا حظ ولا مش عارف ايه ولا نظريه مؤامره، لكن دورنا احنا الكلام ده نقول الجزء ده غلط، الجزء ده صح، الجزء ده في حكم اخطا، الجزء ده لازم نعمل كده. طبعا لازم تبين الحاجات اللي انت بتوثق في الدوري، كل في مثلا لو في مجامله هنا، في بعض الاخطاء التحكيميه هنا، في لازم توثق ولازم تتكلم في الحاجات دي. ده اكيد احنا دورنا هنا برضو ان احنا بندافع عن النادي الاهلي ومنتهى الاحترام لكل الانديه برضو. بالظبط كده، وفي النهايه الاحترام واجب للجميع الحقيقه، وسيظل دائما النادي الاهلي المنبر اللي هنتكلم منه دائما، او قناه النادي الاهلي الحقيقه هنتكلم منه بكل احترام وبكل حب وبكل ود، ولكن اذا كان هناك خطأ لن نسكت، لن نسكت، مش هنسكت ان احنا هنطلع نزعق ونشتم، ما عندناش احنا الكلام ده، مش احنا ما بنعملش الكلام ده خالص، ولكن دائما لما نيجي نتكلم بنتكلم باسلوب النادي الاهلي وبطريقه النادي الاهلي. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل بعض الجمل التكتيكيه على شاشه البيتكي. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، هبدا بيك يا كريم النهارده وبعض النقاط الفنيه الخاصه بموسيماني وشرحها. بالظبط، لو تفتكر يا كابتن اسلام كنا احنا اتكلمنا في الفتره الاخيره على اسلوب تعاملنا مع المباريات اللي متقدمين فيها بنتيجه 1-0 خصوصا 1-0، ونيجي في الشوط الثاني لحد ما بيحصل بعض القلق او الحذر الشديد ده عشان نحافظ على النتيجه. مباراه انبي اكدت لي ان الجهاز الفني تابع وبيراقب الامر ده في حته التغيير، خصوصا في انك تنزل هاف ديفندر ثالث في الشوط
الشوط الثاني، يعني مثلا ماتش الجونه، ماتش البنك الاهلي، ماتش الاسماعيلي، ربما نكون عانينا من هذا الامر في الشوط الثاني، كنا متقدمين 1-0 ونيجي احنا فقدنا 6 نقاط. بالظبط، يعني مش عانينا بس. بالظبط بالظبط بالظبط، ونيجي نشوف ان احنا او المنافس دايما بيحرز هدف بعد التغييره بتاعه ان انا انزل هاف ديفندر ثالث واسحب واحد تقريبا بنفس الشكل يا كريم. نعم. كره بالعرض من ناحيه بالزبط. الشمال بالظبط بتتلعب بالعرض بيمين المهاجم او الجناح الايسر بيلعبها بيمينه، واحده صحيح. بيخش كريم بامبو يحطها بالزبط. وواحده بيخش فخر الدين بن يوسف يحطها بالظبط. والجميل بقى في ماتش المباراه الاخيره في مباراه انبي لما بيتسو موسيماني جه يغير ثبت ال 4-2-3-1، ودي النقطه اللي احنا كلنا كنا بننادي بيها، ان انت دايما خلي المنافس يعني محطوط في نص ملعب. ولو ممكن يكون معانا البييرو عشان نشرحها للساده المشاهدين في الحته دي مهمه جدا جدا، ازاي النهارده فكه ال 4-2-3-1 واحنا بنلعبها بتحط دايما المنافس في نص ملعب. احنا دايما لما بنقف في نص ملعبنا بهاي لاين ديفنس شويه وبنحط نقف الوقفه دي ال 4-2-3-1 مختلفة شوية عن الأربعة 3-3، ونحط برضو المنافسين دايما بيلعبونا بخطة أقرب إلى 4-1-4-1، وممكن الهاف ديفندر الموجود في قدام الأربعة يرجع كمساك ثالث. وبالتالي لما احنا بنحط يا كابتن إسلام الرباعي بتاعنا في نص ملعب المنافس، على طول بيبقى عندك قدرة إنك تمنع المنافس من البيلدينج أب بتاعه، بتمنعه انه يطلع بالكوره. فكره بس ربما دي نقطه احنا حسب ما قلنا قبل الفاصل ان احنا نشوف الاخطاء بتاعتنا، واحده من النقط اللي انا فرحت بيها جدا في ماتش انبي ان احنا عرفنا نقطه خطا كنا بنعملها. ما ينفعش واحنا بنحافظ على النتيجه بتاعتنا نطلع جناح، وخصوصا في ملعب قفشه، لان قفشه ربما اجادته والافشنسي بتاعته على الخط مش زي قلب الملعب. قفشه بيقدر ان هو يتحرك فيه المساحات اللي داخل الملعب بصوره افضل بكتير لما تديله واجبات على الخط وتقول له انت محتاج ترجع تدافع مع الفول باك، سواء كان على الناحيه اليسرى او حتى على الناحيه اليمنى. لو نفتكر حتى مباراه نادي الزمالك لما خسرناها 3-1. فتاني واحده من النقط اللي احنا محتاجين نتعلمها كويس جدا جدا، وبشيد بصراحه بالجهاز الفني في مباراه نادي انبي، ان لما جه اليو ديانج ينزل اتسحب عمرو السولية ولم يتم سحب واحد من الاطراف. والحاجه الثانيه كمان لما حبينا بقى في الاخر نسهل الامور علينا، ان اي منافس هيلعبنا واحنا متقدمين عليه وباقي ثلث ساعه او 25 دقيقه، عمر المنافس ده ما هيخترقنا من عمق الملعب، مستحيل، مفيش حد يجرؤ انه يخترق النادي الاهلي من العمق، كله بيتجه من على الطرف عشان يسهل على نفسه مساله الهجوم على المرمى من الكرات العرضيه. زي ما حضرتك اتفضلت وقلت ماتش الجونه محمد نجيب جاب الهدف من نفس الشكل. عاصم صلاح في ماتش البنك الاهلي عمل الكروس لكريم بامبو من الناحيه اليمنى. ماتش النادي الاسماعيلي فخر الدين بن يوسف جايب الكوره من كوره راسيه من على الطرف. وبالتالي هنا اسهل حاجه لاي منافس هيلعبنا انه يهاجمنا من الاطراف، يبقى احنا لازم نحافظ على ال 4-2-3-1 ان هي بتامن، او ننزل مدافع ثالث عملناها مرتين في ماتش الترجي، كانت ممتازه جدا في ماتش الترجي هناك في رادس لما نزل وما كانش وكان اقرب للاعب خط الوسط ثالث، ولكن وبيرجع في الكره العرضيه. انت لما بتنزل بقى واحد ثالث معاك في الكرات العرضيه في اخر المباراه يقدر هنا يعمل زياده عاديه، فتبقى نسبتك في الحصول على الكرات العرضيه افضل بكتير من المنافس. وعشان كده دي واحده من النقط اللي انا كنت حابب اكد عليها في التقييم بتاعك. احمد، بكره ان شاء الله كيف سيلعب نادي طلائع الجيش من وجهه نظرك والتشكيل الامثل ليه؟ طبعا هنستعرض تشكيل طلائع الجيش معانا. اول حاجه طبعا هم بيلعبوا 4-3-3 تمام، في حراسه المرمى. هنبص على اول حاجه طبعا محمد بسام في حراسه المرمى، الاربعه اللي ورا حسن مجدي باك رايت، احمد علاء مساك يمين، واسلام جمال مساك ناحيه الجبهه اليسرى، وعلي الفيل بيلعب باك شمال. علي الفيل كان بيتجوز امبارح، هيلعب بكره؟ هو غالبا هيدخل القائمه، لو ما دخلش هيدخل خالد سطوحي اوكي مكانه. لكن حته الباك الشمال علي الفيل دي عامله له مشكله، عامله له ازمه في دماغ كابتن عبد الحميد بسيوني في المباراه الاخيره، حتى هو راح مغير في ما بين الشوطين وودى جاب احمد زولا ناحيه باك الشمال، فعملت له ازمه. فدي اعتقد ان دي الثغره اللي نقدر نستغلها بكره. كسر 4 بسبب برضو التغييره دي، فانت تقدر
تقدر ان انت تستغل الجبهه اليسرى لفريق طلائع الجيش بكره مهمه جدا. نيجي بقى للثلاثه المهمين قوي اللي في وسط الملعب بنفس الشكل ده، كلنا طبعا متوقعين ان مهند لاشين هو اللعيب البوكس تو بوكس هو اللي بيزيد. كابتن عبد الحميد بسيوني لا، بيلعب بمهند لاشين قدام الاثنين المساكين عشان كورته حلوه، بينزل يسقط عشان يعمل تمرير طولي، والاثنين اللي قدامه السيسي ومصطفى جمال. الاثنين دول تحديدا نكمل بس الاول طريقه اللعب برده، احمد سمير جناح يمين و ناصر منسي ناحيه الشمال، وعمرو جمال بيلعب كراس حربه. ايوه تمام. نيجي نبص لميزه طلائع الجيش طبعا، ادي اهو نكمل بقيه التشكيله برضو اهو، احمد سمير وناصر منسي وعمرو جمال. توظيفه لناصر منسي اللي هو في الاصل اصلا راس حربه، بيفكرني كده يعني ايه بمنزوكيتش مثلا لما كان بيلعب كراس حربه ويجي يلعب طبعا مع الفارق يعني. وفخر الدين بيوسف، وفخر الدين بن يوسف برضه نفس الفكره، ان انت بتستغله ليه؟ عشان هو بيتحول دايما يعني، لو جبنا بقى الاسهم هنا هنلاقي ان ناصر منسي دايما بيخش كمهاجم تاني جنب عمرو جمال دايما. مش اقوى حاجه في فرقه طلائع الجيش او فكر كابتن عبد الحميد بسيوني تحديدا، اهم حاجه عنده الكره الثانيه، اهم حاجه عنده الكره الثانيه اللي هي ايه للثلاثه الارتكاز. هتلاقي الاثنين دول مصطفى جمال وعمر السيسي، لو جبنا مثلا الاثنين الارتكاز بتوعنا ولنفترض مثلا اليو ديانج وحمدي فتحي، هتلاقي معمول عليهم مان تو مان بالشكل ده على طول طول المباراه، هو محفظهم كده، هو طريقته مان تو مان، رقابه رجل لرجل طول الماتش. فانت وطبعا معمول عليك ضغط عالي، فازاي انت هتتخلص من الضغط ده؟ مهم جدا ان انت تجمع الكوره وان انت تتحول. لما لعبنا في المباراه الاخيره بسرعه تحول من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه، ولعبنا من خلال لمسه واحده، عملنا احلى ماتش واحلى كوره في الشوط الاول. ده المطلوب بكره، ان انت تلعب لعبك، تلعب من لمسه واحده، عشان ميزه كابتن عبد الحميد بسيوني في الضغط في وسط الملعب. ولكن وطبعا تحولات ناصر ماهر، تحولات كذلك برده الناحيه الثانيه احمد سمير نفس الكلام، احمد سمير بيخش للعمق وبيشوط، عنده الشوطه اللي هي الار 2 على طول. ناصر منسي بيكمل جنب عمرو جمال كمهاجم تاني، عشان المفروض ان الباك ليفت كان بيطير ولكن هو عنده مشاكل في الجبهه اليسرى. حسن مجدي مميز جدا ان هو بيتقدم وبيعمل العرضيات، لكن خطوره طلائع الجيش بشوفها في وسط ملعبهم، وسط ملعب قوي جدا، بيشتغلوا بدني كتير جدا، اقوي هي المباراه شايفها بكره بدني، صراع بدني من الدرجه الاولى اكتر من فني، هو صراع لان طلائع الجيش ميزتهم بدنيا. فعشان كده لازم تحسم المباراه من بدري، دايما لما بتسجل هدف وتامنه بهدف تاني. يعني كريم كان بيتكلم برضه في حته ان هو التغيير بتاعه الارتكاز الثالث، انا رايي كمان لما انت بتجيب هدف وبتسجل وبتامنه بهدف تاني بترتاح كتير جدا، بتقلل الضغط كتير جدا. يعني انت ممكن تاجل التغييره، هو حتى لو عايز يدفع بثلاثه ارتكاز مثلا يأجل التغيير دي شويه لما يجيب هدف تاني. لا وكمان عايز اثبت كلامك يا احمد الكابتن اسلام، في نفتكر ماتشين، ماتش سموحه وماتش انبي بتاع الدور الاول، لما النادي الاهلي قدر في الشوط الاول يجيب ثلاث اهداف اول 10 دقائق مش في الشوط الاول. هنا انا في وجهه نظري برضو حته معنويه، انا لما بقول للعيبه بتاعتي بصوا احنا الشوط الاول ده عايزين فعلا نطلع كل اسلحتنا ضد المنافس بحيث نخرج منه كسبان 2-0، انا هنا بقلل من الضغط اللي عليك انت في الشوط الثاني. انت ممكن في الشوط الثاني تريح شويه، تشم نفسك شويه، ليه؟ ان عندك نتيجه موقفاك، وكمان باستخدام البدلاء، وانك كمان اكيد طبعا منافس مغلوب 2-0 فاكيد هيبذل مجهود بدني اكتر الشوط الثاني وهيفتح مساحاته، فعندي نسبه ان انا اكسب اجيب هدف ثالث. فهي المعادله هي بالظبط عامله زي الدومينو، انت بتوقع كارت والكارت بيوقع كارت والكارت بيوقع كارت وهكذا. انا في وجهه نظري بكره محتاجين نطبق الشكل ده، وبرضه لما نروح نشوف الفيديوهات ورينا بقى الفيديوهات كريم، نبدا بثلاث حالات فنيه انت عايز تستعرضها. نشوف بقى اللي ممكن نروح للفيديوهات، نطلع من الخريطه خالص تمام، نجيب الفيديوهات ونبدا كده بفلاش باك لمباراه الدور الاول، ونشوف نادي طلائع الجيش طبعا كان هو تقدم بهدف، ودي طبعا اخطر حاجه في طلائع الجيش، نتكلم على الكرات الثابته، ولازم نخلي بالنا احمد سمير واحد من افضل اللاعبين السنه دي في الحته دي مع عمرو الحلواني، بصراحه عايز اشيد بالاثنين دول احمد سمير وعمرو الحلواني السنه دي في الضربات الثابته والكرات العرضيه، بصراحه كانوا مميزين جدا جدا جدا. ايوه اتفضل. احنا بقى بالتكمله الكلام اللي قاله ثابت هو كلام مهم جدا، واحده من الاسلحه اللي كانت عندنا في الدور الاول هو الكرات العرضيه، خصوصا طلائع الجيش فعلا كان فريق صعب قوي 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 اختراقه من العمق، فنجحنا من ايه؟ نجحنا من الكرات العرضيه، ده كان هدف، ودي كان الهدف الثاني اللي جه في الدقيقه 91 بالتكمله، ونشوف هذا الكم من لعيبه النادي الاهلي، فده كان سريعا فلاش باك
المباراه الدور الاول. تعال بقى يا كابتن اسلام نشوف البيلدنج اب وتحضير الكوره عند نادي طلائع الجيش ومبوس. طيب اتفضل. نادي طلائع الجيش وهو بيتحرك، تعال كده نبص على الاثنين دول عملوا ايه. واحد فتح الجبهه اليسرى وعمل استريتش للملعب، وواحد راح عمل استريتش للملعب في الناحيه الاخرى. تاني واحد بيفتح الملعب على الشمال، واحد بيفتح الملعب على اليمين. ليه؟ الكابتن احب السيوني من المديرين الفنيين اللي بيعتمد على الكره على الارض في بنى اللعب. هو عايز برضه نفس الفكره، يسحب المنافس عشان يشد اكبر عدد من اللاعبين ويلعب الكرات الطوليه. نكمل اللعبه ونشوف ازاي نادي طلائع الجيش كان بيحاول يسحبنا لنص ملعبه وبيبدا يلعب البيلدنج اب بتاعه. اول ما الفريق بيبدا يعمل بيلدنج اب ده على طول بينزل مهند لاشين او احمد سمير عشان يستلم الكوره من المساكين او الفول باكس اللي ورا. فاللعبه واضحه جدا 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 جدا، هو سيستم الفريق بيلعب بيه في الشكل ده. احنا محتاجين لازم نعمل الضغط العالي. انا جبت الحاله دي ليه؟ لان الحاله دي احنا ما عملناش ضغط عالي، وعشان كده الكوره هتفضل في رجل لعيبه طلائع الجيش لزمن اكتر عده ال 40. خلي بالك يا كريم في النقطه دي تحديدا، انا مش هقدر اعمل ضغط عليه على طول. نعم. بمعنى مش هقدر اعمل ضغط عالي كنادي اهلي، مش هقدر اعمل ضغط عالي على طول بدني. طبعا طبعا، لانه طبعًا انت عارف الضغط العالي ده بيحتاج بس انا عامله الشوط الاول. انت لو انا مش عملت الشوط الاول وانا لسه في كامل لياقتي البدنيه، انا هنا باخد المبادره. المبادره يا كابتن اسلام في المباريات دي مهمه جدا. ليه؟ لان انت فعلا في سيناريو ماتش جونه وسيناريو البنك الاهلي وسيناريو ماتش الاسماعيلي انت كنت تفقد اللياقه بتاعتك. طبيعي انك مضغوط عصبيا وذهنيا والنتيجه ضدك، فانت بتقعد تطلع الباور الزياده بتاعك في الاخر. لا، انا عايز اعكس، انا عايز اطلع الباور بتاعي في الاول وابدا يكون في افشنسي زي ماتش انبي وماتش سموحه. فاكمل اللعبه ونشوف طلائع الجيش هيقعد يمرر الكوره، بس هنا عنده مساحه كبيره جدا 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 من التمرير في نص ملعب. هو فريق بيحب يلعب التمريرات لغايه لما تتسحب انت وتبدا يلعب لك الكرات. كل ده لسه نادي طلائع الجيش مكمل بيه اللعبه بتاعته، وطبعا احنا سايبين له المساحه على طول. المساحه بتاعت التمرير هنا كابتن اسلام اتفتحت، عشان كده هي دي النقطه. انا اشوف كان لازم نضغط في، بتكلم في اللعبه دي بالذات، لازم نضغط ونمنعه انه يوصل. هو وانس نوصل اهو هيقدر يفتح الجاب او او الفجوه اللي هو عايزها، وبالتالي البيلدنج اب بتاعه فعلا نجح وقدر يعمل هجمه على مرمى النادي الاهلي. تعال بقى نشوف لقطه النادي الاهلي عمل ضغط عالي على طلائع الجيش. عملوا ايه؟ النادي الاهلي الهجمه معاه، نادي طلائع الجيش خطف الكوره على طول. هنا لعيبه النادي الاهلي بداوا يضغطوا على لعيبه طلائع الجيش عشان يمنعوهم من الكرات. نشوف تعامل طلائع نادي طلائع الجيش بالكوره ونعمل مقارنه ما بينها وما بين اللعبه اللي انا كنت جايبها قبليها. هنا صعب جدا جدا هو يعمل نفس الشكل. اللعيبه بتحاول تلاقي الفجوه على طول، اللعيبه عماله تضغط. ونبص هنا، انا عايز برضو نقف هنا عشان نشوف لعيبه النادي الاهلي عاملين المثلثات والمستطيل على لعيبه نادي طلائع الجيش. مفيش اي مساحه لتمرير الكره، ونسبه ان النادي الاهلي يستعيد الكره بسرعه من ان نسبه نادي طلائع الجيش يتحول بالكره لنص ملعب النادي الاهلي اعلى بكتير. وبالتالي قدر النادي الاهلي ان هو يخطف الكره ويعمل هجمه. تاني نشوف الكره مع النادي الاهلي، الكره تروح نادي طلائع الجيش يحاول يعمل الهجمه او يحضر التحضير بتاعه. لعيبه النادي الاهلي هيبداوا يعملوا شكل مختلف خالص عن اللي شفناه في اول لعبه. اضغط وامنعه ان هو يطلع بالكوره على طول، هتلاقي النادي الاهلي بيستعيد الكوره بسرعه. فانا شايف المثل في الكورتين الاخيرتين دول هو اللي احنا عايزين يجب ان يتم تطبيقه. ان شاء الله يتم تطبيقه عن المثل اللي انا جبته في اللقطه الاولى. في مثل اقرب او اكثر اريحيه، نعم، ان انا ممكن اقرب المسافات من بعض. بمعنى ان انا لما احس ان انا تعبان كفريق، الفريق كله بيرجع يلعب في 30 40 يارده في نص ملعبه، اكتر يعني في ثلث ملعبه. صحيح. ويعتمد على ده في حاله التعب، لان في الفتره دي فعلا ممكن تلاقي التعب واضح جدا على
وطبعا الحاجات اللي انا جايبها يا كابتن اسامه وكمان كلامي لا انا بتكلم فكره ثانيه يعني بس بتكلم على الشوط الاول طبعا انا بتكلم على الشوط الاول ليه؟ لان انا بتكلم عن مبادره دايما المبادره هي اللي بتريح الناس يا ثابت المبادره صح. هي بتريحني انا كلاعيبه وجمهور وكمان اللعيبه نفسها حاسه بالجمهور صح. لان اللعيبه مثلا احنا النادي الاسماعيلي احرز فينا هدف التعادل في الدقيقه 64 كان معانا وقت وفعلا احنا عملنا كم هائل من الهجمات والامانه ربنا سبحانه وتعالى ما كانش كاتبنا قصه محسن دي بصراحه تؤكد لك انا دخلت وطلعت لا مستحيل مستحيل وانفراد طاهر برضه لا انفراد محسن دي مستحيله دي راحت جول دي راحت جول كلنا شايفينها كلنا نطينا يعني كلنا مش كاتب خبطنا مش مشكله بس طيب اتفضل يا احمد انت عندك اربع حالات الحالات الاولانيين هنتكلم من الاول على كمل بس الفيديوهات اول حاله معايا بسم الله الرحمن الرحيم بص حضرتك في حاجه يعني دور كده خفي لعلي معلول في المباراتين الاخيرين نقف مين اللي بيلعب الكره ديت علي معلول ده الهدف اللي جه في شباك النادي الاسماعيلي هنا ده الباك تحوله لحاجه اسمها ليفت فولس باك يعني ايه يعني الباك بيتحول ك لاعب ارتكاز اثناء بناء الهجمه فده هل ده دور تعليمات من موسيماني ولا براعه من معلول ده اللي احنا يعني مش ما نعرف ما نقدرش بس في كلا الحالتين الاثنين كويسين سواء تعليمات من موسيماني او براعه لاعب شخصيه لاعب من علي معلول طبعا بيعمل التمرير الطولي اكثر من رائع لقفشه اللي بيتحرك دايما ناحيه اليمين مثلا بيلعبها ليه محمد شريف سجل هدف هل الكوره دي جت صدفه لا الكوره دي مش صدفه عشان كده قلت لحضرتك لو كملنا برده الحاله الثانيه هنلاقي نفس اللعبه في المباراه الاخيره اهي برده اكرم توفيق بيلعب بنكمل ليه عمرو السليه بص لما بنلعب من لمسه واحده بيبقى شكلنا عامل ازاي بص مين ده اللي بيعمل الكوره دي ده علي معلول برده نعمل عليه السبوت هو نفس اللعبه بالظبط المفروض علي معلول يبقى على الطرف علي معلول جاي هنا تحول ليه فولس باك وبيعمل التمريره الطوليه قدام اهو نكمل هنلاقيه بيعمل التمريره الطوليه لمين لقفشه اللي متحرك برده ناحيه الجبهه اليمين ليه بواليا اللي بيقطع طبعا بواليا قطع حلو جدا ولكن ما كانش فيه توفيق في نهايه الفرصه فالكوره دي متكرره وواضح ان هي قد تكون تعليمات من موسيماني ان معلول بيغطي بيخش كارتكاز ثالث اثناء بناء الهجمه او براعه برده او شخصيه قائد من علي معلول نجم كبير جدا نعم. دي اول حالتين طبعا ده عن النادي الاهلي في حاجه مهمه جدا في مباراه بكره واخطر حاجه علينا الضربات الثابته زي ما كريم قال في الضربات الركنيه كمان ناصر منسي ناصر منسي في مباراه سموحه فظيعه عمل واحده براسه في القائم حاجه يعني بص ده الهدف طبعا اللي دخل فينا في شباك في نهائي كاس مصر الكرة هي اتلعبت ناصر منسي اتحرك يعني سرق المدافعين وراح حاططها براسه هو مميز قوي بالالتحامات الهوائية فمهم جدا 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 ان احنا لازم مين اللي هيمسك بكرة ناصر منسي في غياب بدر بنون ده السؤال يعني لازم بكرة لازم نسأل سؤال يعني لنفسنا النهاردة مين اللي هيمسك بكرة ناصر منسي لازم موسيماني يكون محدد اللي هيراقب ناصر منسي مين في الالعاب ولازم يتعامل عليه مان تو مان ناصر منسي وعمرو جمال ناصر منسي لو فعلا لو بدا المباراه بكره حتى ايفن اللي هو على الفورميشن على الطرف اكيد مليون في الميه لا لا هو ما ده لوحده تلاقيه بيخش لجوه هو مع يعني هو غالبا مليون الميه هو هيبدا يعني لان هو برده ناصر منسي واحد من اهم الاسلحه الموجوده في فريق طلائع الجيش بس ما تنساش برده يا ثابت راجع لنادي طلائع الجيش بكره عمرو مرعي عمرو مرعي كان موقوف ماتش سموحه هو ومحمد ناصر طبعا خلصوا الايقاف وهيرجعوا في ماتش بكره نكمل برضو الحاله دي الحاله الثالثه الحاله الرابعه بقى كذا حاله في بعض بتبين الضغط في وسط الملعب اللي هم بيعملوه ودي يعني تعتبر بشوفها يعني اخطر حاجه في الفرقه عندهم بص نكمل ادي بناء الهجمه عندنا اهو بص 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 الكره اول ما هتتقطع فين هتتقطع في وسط الملعب نرجع ثواني اهو ده كان في بدايه المباراه عملوا علينا ضغط عملوا علينا ضغط بس اول الماتش كرة اتقطعت في وسط الملعب وارتدت ليهم تمام الحالة الثانية والثالثة الثالثة بقى أحلى واحدة فيهم يعني شوف الثانية نكمل برضو اللعبة الثانية بص الضغط اللي هم عاملينه هو تعليماته ليهم ان هو عايز يقطع الكرة دايما استعادة الكرة الثانية الضغط في وسط الملعب دي ميزة طلائع الجيش عشان كده احنا لازم بكرة نلعب من ايه من لمسة واحدة لعبنا لما لعبنا في المباراه اللي فاتت من لمسة واحدة كان شكلنا حلو جدا الكرة دي قطعوا فيها الكرة وده بقى هنا تحوله بسرعه ليه من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه بص اهي نفس الكره برده في بناء الهجمه في ضغط في وسط الملعب بص بيجري عليك ازاي بيمنعك ان انت تبني الهجمه كمل بص ادي الكوره اهي وخدها والمسافات قريبه بص 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 اول ما اتقطعت احمد سمير قاطع فين قاطع في المساحه اللي ما بين المساك والباك دي مهمه جدا
يعني دي مهمه جدا ان احنا نركز عليها بكره، ان هو قطع في المساحه ما بين المساك الايسر والباك الايسر. بص اتلعبت عمرو جمال قطع لاحمد سمير، وطبعا الشناوي شال الكره دي، فالكره دي مهمه جدا ان هو قطع الكره في وسط الملعب وبعدين يتحولوا. برده نفس الجمله اهي، هنقف قطع الكره في وسط الملعب، نكمل سرعه التحول برده من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. بص الضغط اللي في وسط الملعب، عشان كده بقول لحضرتك بكره المباراه اسرع بدني اكتر من فني. بكره المباراه بص الضغط في وسط الملعب مش هيغير التكتيك بتاعه، بيضغط وبيتحول من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. كل الكور ان هو بيضغط في وسط الملعب ويحاول ان هو يتحول من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. عموما هنشوف بكره كيف ستسير هذه المباراه. انا بشكركم شكرا جزيلا كريم سعيد واحمد ثابت، انا بشكركم دايما، بنشوف حاجات جميله جدا بتعملوها لنا. شكرا جزيلا كريم، وشكرا جزيلا يا احمد. بكره ان شاء الله هيكون مع حضراتكم على الهواء مباشره قبل المباراه بساعتين كابتن ايمن شوقي ونجوم التحليل الكبار اللي هيكونوا متواجدين مع حضراتكم لتحليل هذه المباراه، ساعتين ما قبل المباراه وساعتين ما بعد المباراه. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ان شاء الله التقي مع حضراتكم يوم الاربعاء القادم وحلقه جديده من البيت الكبير.